السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه المحاضرة. أنا اسمي الدكتور محمد هلال، أستاذ القانون في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة، وكذلك عضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي وعضو محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. ويشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه المحاضرة بعنوان القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي كأفرع من القانون الدولي العام. وتنقسم هذه المحاضرة إلى 5 أجزاء هي كالتالي: أولاً، الجزء الأول هو مقدمة عامة حول القانون الدولي العام وطبيعته وأفرعه وأغراضه الرئيسية. ثم سننتقل إلى الجزء الثاني، وهو يتناول مصادر القانون الدولي، وهي بالطبع كما تعلمون 4 مصادر، هي الاتفاقيات الدولية والعرف والمبادئ العامة للقانون وآراء كبار الفقهاء وأحكام المحاكم. ثم سننتقل إلى الجزء الثالث، وهو عبارة عن نبذة عن القوانين الدولية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة، وتحديدا هي 3 أفرع رئيسية من القانون الدولي. الفرع الأول هو القوانين المتصلة بقرار اللجوء إلى الحرب، أو قرار اللجوء للقوة المسلحة من قبل الدول في العلاقات الدولية، هذا هو الفرع الأول. ثم الفرع الثاني هو القانون الإنساني الدولي، والذي سنناقشه بقدر من التفصيل. ثم الفرع الثالث هو القانون الجنائي الدولي، والذي يتناول بعض الأدوات وبعض الآليات لمحاسبة من ينتهكون قواعد الحرب. هذا هو الجزء الثالث من هذه المحاضرة. الجزء الرابع هو عبارة عن مقدمة مختصرة عن القانون الإنساني الدولي، وسنتناول في إطاره نبذة سريعة عن النشأة والتطور التاريخي لهذا المجال، وكذلك سنستعرض أهم القواعد وأهم المبادئ التي تشكل ركائز القانون الإنساني الدولي. ثم في الجزء الخامس والأخير سنتناول مقدمة عامة عن القانون الجنائي الدولي، سنتحدث أيضا عن نشأته وتاريخه وتطوره، وسنتناول بقدر من الإيجاز الجرائم الدولية 4 الرئيسية، وهي جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. فهذه هي الأقسام 5 لهذه المحاضرة، ونبدأها كما أشرت بالقسم الأول، وهو عبارة عن مقدمة عامة حول القانون الدولي العام وأفرعه الرئيسية. وأهمية هذه المقدمة بكل بساطة هي كالتالي: الهدف من هذه الدورة والهدف من هذه الندوات هو التعريف بالقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وأهم مبادئه وأهم قواعد هذين الفرعين من أفرع القانون الدولي العام. ولكن حقيقة الأمر أنه من الصعب على الباحث أو على الشخص الذي يمارس هذه المجالات أو الذي يتناول قضايا مرتبطة بالقانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي أن يعمل بمعزل عن القواعد العامة للقانون الدولي العام. ففي نهاية المطاف، القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ما هم إلا أفرع من القانون الدولي العام. ويعني طريقة عمل القانون الجنائي الدولي وطريقة تنفيذ وإنفاذ القانون الإنساني الدولي مرتبطة بشكل أصيل بالمبادئ العامة للقانون الدولي. وبالتالي المشتغل في هذه المجالات أو المنخرطة في مثل هذه الموضوعات، يعني في مجال البحث أو مجال الممارسة العملية في مجال القضاء أو مجال إنفاذ هذه المجالات القانونية، يجب أن يكون أو يجب أن تكون على علم بخلفيات القانون الدولي العام، كيفية عمل القانون الدولي، طبيعة هذا المجال أو طبيعة هذا الفرع من أفرع القانون وخصائصه وطبائعه. وذلك بكل بساطة مرة أخرى لأن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي هما أفرع من القانون الدولي العام، وطريقة عمل هذه الأفرع المتخصصة، القانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، معتمدة بشكل كبير على آليات عمل القانون الدولي العام. ولذلك يعني كانت هناك رؤية، وهي رؤية صائبة بالتأكيد، أن تبدأ هذه المحاضرات بمحاضرة عامة عن القانون الدولي العام
وعلاقة القانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي بالقانون الدولي العام. ولذلك الجزء الأول من هذه المحاضرة هو عبارة عن مقدمة عامة عن القانون الدولي العام. والسؤال بكل بساطة هو: ما هو القانون الدولي؟ ومن أين أتى؟ وماذا يفعل؟ وما هي أغراض هذا الفرع من أفرع القانون؟ القانون الدولي بكل بساطة بدأ كمجموعة قواعد لتنظم جميع أوجه التعاملات بين الدول ذات السيادة في علاقاتها الدولية. بمعنى أننا لدينا مجموعة من الدول، وبطبيعة الحال هذه الدول بينها اتصالات، بينها علاقات، تخوض حروب، تبرم اتفاقيات، تريد أن تنظم حركة التجارة فيما بينها، تريد أن تنظم حركة الملاحة فيما بينها، حركة الانتقالات، وما إلى ذلك من كافة التعاملات التي تدور والتي تتم بين الدول في الظروف الطبيعية. فكانت هناك حاجة لتشكيل أو يعني تطوير مجموعة من القواعد القانونية لتنظيم هذه التعاملات ولتنظيم هذه العلاقات بين الدول ذات السيادة. هذا بكل اختصار هو القانون الدولي العام، على الأقل في شكله التقليدي. وأقول هنا في شكله التقليدي لأن القانون الدولي الحقيقة على مدار ربما نقول قرن أو قرن ونصف، منذ منتصف القرن ال19 بدأ يتطور ويتجاوز حدود علاقات الدول ذات السيادة بعضها ببعض، وبدأ ينظم أو يتناول موضوعات أخرى وموضوعات جديدة لم تكن تقليديا أو تاريخيا من ضمن مجال اهتمام أو يعني في صميم القانون الدولي العام. وتحديدا على مدار القرن الماضي وتحديدا القرن العشرين وربما النصف الثاني من القرن العشرين، بدأ القانون الدولي يتناول كذلك علاقة الدولة بالمجتمع، أي أن القانون الدولي بدأ يتناول بعض القضايا وبعض الأمور ذات الصلة بتنظيم الدولة داخليا وبتنظيم علاقة المجتمع فيما بينه وتنظيم علاقة المجتمع بالدولة. وكان هذا بالأساس من خلال ظهور مجال جديد في القانون الدولي، وهو مجال قانون حقوق الإنسان الذي بدأ يظهر في بدايات يعني بعد الحرب العالمية الثانية، وله بعض الإرهاصات طبعا السابقة على ذلك بعد الحرب العالمية الأولى وما إلى ذلك. ولكن الخلاصة أو يعني الرسالة الأساسية التي أود أن أؤكد عليها هو طبيعة القانون الدولي العام وأغراضه. كما أشرت، القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد التي تستهدف بالأساس تنظيم العلاقات الدولية بين الدول ذات السيادة. ولكن على مدار فترة ممتدة من الزمن بدأ القانون الدولي يتناول قضايا أخرى مرتبطة بتنظيم المجتمع وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع وتنظيم بعض الأمور أو بعض التعاملات داخل المجتمع. وتحديدا يمكن أن نقول أن هذه الظاهرة، ظاهرة اتساع القانون الدولي وبدء وبداية تناوله لموضوعات وقضايا ترتبط بتنظيم المجتمع، ارتبطت بالتوسع في تحديد أشخاص القانون الدولي. طيب، عندما أتحدث أو عندما يتحدث فقهاء القانون الدولي عن فكرة الأشخاص، ما نعنيه هنا هو الكيانات التي تخضع للتنظيم القانوني من قبل القانون الدولي. بمعنى أشخاص القانون الدولي هي الكيانات التي يتناولها أو يخاطبها القانون الدولي وينظم تعاملاتها وينظم مصالحها أو يتعرض لمصالحها. تقليديا كان القانون الدولي يقتصر من حيث الأشخاص على الدولة، الدولة بمفهومها الحديث أي الدولة ذات السيادة التي لديها إقليم معلوم ولديها شعب أو يعني مجموعة بشر تابعين لها ولديها حكومة ولديها استقلال أو لديها السيادة. فهذه كانت المكونات التقليدية للدولة، وكانت الدولة تقليديا أو يعني على مدار عقود وقرون كانت هي الشخص الوحيد الذي يتناوله القانون الدولي والذي ينظم تعاملاته. ولكن بشكل تدريجي بدأ القانون الدولي يتوسع في مفهوم أشخاص القانون الدولي، وبدأ المجتمع الدولي يعترف بوجود أشخاص أخرى
للقانون الدولي وبدأ ينظم بعض التعاملات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص. طيب ما هي أو يعني من هم هؤلاء الأشخاص الذي بدأ القانون الدولي يعترف بهم؟ أولا ظهرت المنظمات الدولية، تمام؟ بدأت الدول تؤسس كيانات لمعاونتها على تنظيم علاقتها الثنائية وعلاقتها متعددة الأطراف. يعني على سبيل المثال بدأت تظهر بعض المنظمات الإقليمية في القارة الأوروبية لتنظيم بعض العلاقات التجارية وبعض العلاقات المرتبطة بالنقل والملاحة وما إلى ذلك في القارة الأوروبية. وبدأت تظهر هذه الكيانات، وهي عبارة عن كيانات اعتبارية، عبارة عن منظمات تنشئها هذه الدول وتعطيها أو تمنحها الشخصية القانونية. وبالتالي ظهرت فكرة أن هناك أشخاص في العلاقات الدولية أو كيانات في العلاقات الدولية غير أو بالإضافة إلى الدول ذات السيادة. فهذه كانت البداية، كانت البداية بالاعتراف بوجود أشخاص أو كيانات أخرى غير الدول ذات السيادة، وأن القانون الدولي يمكن له أن ينظم ويتعامل مع كيانات أخرى غير الدول ذات السيادة، وكانت البداية بالمنظمات الدولية. طبعا هذا الأمر تطور سريعا بعد منتصف القرن 19، وبدأنا وصلنا بعد الحرب العالمية الأولى لعصبة الأمم، ثم الأمم المتحدة عام 1945، وبعد ذلك طبعا انطلقت يعني مسيرة إنشاء المنظمات الدولية والإقليمية، ويعني هناك اعتراف وهناك يعني قبول بفكرة أن المنظمات الدولية أحد أشخاص القانون الدولي. وتبع ذلك أيضا الاعتراف بالفرد والاعتراف بالمجتمع ككيانات يمكن أن يتعرض لها القانون الدولي وينظمها ويتناول مصالحها. وتحديدا وجدنا أن القانون الدولي بدأ يتعامل مع حقوق الفرد، وبدأ يوفر بعض الحمايات للفرد في بعض الأوقات وبعض الظروف الاستثنائية. وتحديدا بدأ ذلك في منتصف القرن 19 مع اعتراف المجتمع الدولي أو رغبة المجتمع الدولي في الحد من الآثار والأضرار المرتبطة بالحروب. وربما سنتناول هذا الشق مرة أخرى عندما نتحدث عن القانون الإنساني الدولي، ولكن ما يهمني هنا هو الإشارة إلى أن مع بداية ظهور القانون الإنساني الدولي في منتصف القرن 19 وبداية ظهور اتفاقيات تتناول حماية الإنسان ومحاولة إضفاء قدر من الحماية عليه أو على المدنيين بصفة عامة في أوقات النزاعات المسلحة، كانت هذه نقطة البداية للاعتراف بالفرد وبالإنسان كأحد أشخاص القانون الدولي العام. وربما تلاحظون أن هذه هذا الاتجاه للاعتراف بأشخاص جديدة للقانون الدولي العام بدأ يظهر في نفس الفترة اللي هي منتصف القرن 19. فبدأنا نجد منظمات دولية وإقليمية وخاصة في القارة الأوروبية بدأت تظهر وبدأت تتزايد وبدأت يصبح لها مهام أو توكل لها مهام أوسع ومهام أكثر أهمية. وفي نفس الوقت بدأ هناك بالقدر القليل في البداية وبشكل متدرج وأخذ وقت طويل ربما عقود، لكن بدأ يصبح هناك اعتراف بأن الإنسان وأن الفرد يمكن أن يكون أحد المخاطبين بالقانون الدولي، أي أن الإنسان أو الفرد له شخصية قانونية في إطار القانون الدولي العام. وكما أشرت بدأ هذا في منتصف القرن 19 مع بزوغ أو النواة الأولى وبداية ظهور مفاهيم القانون الإنساني الدولي. ثم بعد ذلك تأكد هذا الاتجاه العام مع ظهور مبدأ تقرير المصير. مبدأ تقرير المصير بدأت إرهاصاته في مرة أخرى في السنوات الأخيرة من القرن 19، ولكن أصبح مبدأ ترسخ في الفقه والقانون الدولي مع نهايات الحرب العالمية الأولى، مع الحرب العالمية الأولى وبداية آليات عصبة الأمم ونظام الانتداب تحت عصبة الأمم، كان يعني مؤشر آخر لفكرة أن هناك أشخاص في القانون الدولي، أي كيانات مخاطبة بالقانون الدولي غير الدولة ذات السيادة. لأن في نهاية المطاف حق تقرير المصير هو حق للشعوب، أي أنه حق
تمارسه وتتمتع به الشعوب وليس الدول. فمرة أخرى بدأ يظهر توجه في القانون الدولي وفي الفقه الدولي يعترف بوجود أشخاص وكيانات أخرى مخاطبة بالقانون الدولي غير المنظمات، عفوا غير الدولة ذات السيادة. ومن هنا أعود مرة أخرى للنقطة التي بدأت بها، أن القانون الدولي ككيان أو كفكرة أو كمجموعة مبادئ الهدف الرئيسي منها كان تقليديا هو تنظيم العلاقة بين الدول ذات السيادة، أي تنظيم التعاملات بين هذه الدول، ويعني توفير آليات لإدارة علاقتها الثنائية متعددة الأطراف. ثم بدأ القانون الدولي يتطور من خلال الاعتراف بكيانات وأشخاص جديدة يتناولها ويخاطبها وينظم بعض أوجه تعاملاتها. كانت البداية بالمنظمات الدولية، ثم تبع ذلك الاعتراف بالفرد والإنسان كأحد أشخاص القانون الدولي. وبالتالي بدأت أغراض القانون الدولي تتوسع، بدأ القانون الدولي يتجاوز فكرة أنه مجموعة من القواعد التي يقتصر هدفها أو تقتصر أغراضها على تنظيم العلاقة بين الدول ذات السيادة، وبدأ القانون الدولي ينظم الكثير من أوجه الحياة داخل المجتمعات، وتدريجيا أيضا توسع من حيث الاختصاص وتنوع مجالاته. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القانون الدولي أو المطل على القانون الدولي اليوم يجد أنه في حقيقة الأمر ينظم جميع أوجه الحياة. فعلى سبيل المثال العلاقات الاقتصادية، العلاقات الاقتصادية تخضع لتنظيم وتشريع قانوني دولي معقد جدا ومتطور للغاية. جميع أوجه أو حركة التجارة العالمية بكل أشكالها، بداية من قواعد المنشأ انطلاقا إلى القواعد المرتبطة بفرض الضرائب والجمارك وغيرها من أدوات تنظيم التجارة، كذلك القواعد ذات الصلة بالاستثمار الدولي بما في ذلك الحمايات أو يعني الضمانات التي توفرها الدول للمستثمر الأجنبي، وكذلك المنظومة الدولية للتحكيم في مجال الاستثمار. ثم ننتقل من ذلك إلى القوانين المرتبطة بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية الدولية والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتلوث، وانطلاقا من ذلك إلى قانون البحار، وهو مجال ضخم من مجالات القانون الدولي ينظم كافة أوجه استغلال البحار والمحيطات والملاحة وما إلى ذلك، إلى قانون الأنهار الذي ينظم الاستغلال المنصف والعادل للأنهار وهو مورد دولي مهم، وما إلى ذلك من مجالات كثيرة جدا. فحقيقة الأمر أن القانون الدولي على وخاصة على مدار القرن العشرين شهد طفرة كبيرة جدا وتوسع كبير جدا، وأصبح يتناول العديد من المجالات المتخصصة والمتفرعة والتي تتناول الكثير من أوجه الحياة اليومية للفرد والتي تنظم الكثير من أوجه الحياة في المجتمعات. فربما الخلاصة هنا هي ما يلي: واحد، أن القانون الدولي كما أشرت بدأ كمجموعة من القواعد التي تستهدف تنظيم علاقة الدول ببعضها البعض، ثم بشكل تدريجي بدأ القانون الدولي يتوسع على عدة محاور. أولا، بدأ يعترف بأشخاص وكيانات أخرى أصبحت مخاطبة بالقانون الدولي وأصبحت محل تنظيم من قبل القانون الدولي. أهم هذه الكيانات هي المنظمات الدولية وكذلك الإنسان أو الفرد. ولا يفوتني هنا أن أشير أن هناك أيضا اتجاه حديث في القانون الدولي للاعتراف أو لاعتبار أن الشركات وخاصة الشركات الدولية أيضا تخضع لتنظيم القانون الدولي العام. فهذه هي ربما النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن القانون الدولي شهد طفرة كبيرة جدا خلال ربما العقد أو عفوا القرن الماضي القرن العشرين، وهي طفرة شهدت توسع القانون الدولي ويعني زيادة في تطوره وفي تعقيده من خلال أنه أصبح يتناول الكثير من أوجه الحياة في المجتمع وأصبح له الكثير من الفروع
والأقسام والمجالات التي تتسم بقدر هائل من التخصص وقدر كبير من التعقيد، وأيضا أصبح مرتبط بهذه المجالات المتنوعة التي أشرت إليها مثل قانون الاستثمار، قانون التجارة، قانون البحار، قانون الأنهار، قانون البيئة. أصبح مرتبط بهذه القواعد القانونية أيضا العديد من المنظمات الدولية التي تباشر تنفيذ هذه القواعد والتي تتابع إنفاذها والتي تشرف على تطوير المبادئ القانونية المرتبطة بمثل هذه المجالات المتخصصة من القانون الدولي. فربما هذه النبذة سريعة عن القانون الدولي، وربما أود أن أضيف نقطة سريعة في هذا الصدد، وهي مرتبطة بالاختلاف بين القواعد القانونية الدولية المتخصصة والقواعد القانونية الدولية العامة. ويعني وسأوضح أهمية هذا التمييز أو هذا يعني التفرقة بين هذه الأنواع أو الطوائف من القواعد القانونية. القواعد القانونية المتخصصة هي التي أشرت إليها، يعني مثل قانون التجارة، قانون الاستثمار، قانون البحار، قانون الأنهار، القانون الدبلوماسي، القانون القنصلي، قانون البيئة، يعني كل هذه، قانون الفضاء الخارجي، قانون الاتصالات، يعني كل هذه المجالات هي مجالات متخصصة تتناول أو تنظم أحد أشكال التعاملات الدولية. لكن بالإضافة إلى هذه القواعد القانونية المتخصصة، هناك مجموعة من القواعد القانونية الدولية التي تتسم بالعمومية، أي أنها قواعد تنطبق على كافة أو كل تلك الأفرع المتخصصة. مرة أخرى حتى يعني لتوضيح هذا الأمر، كما أشرت هناك مجموعة من القواعد أو مجموعة من الأفرع المتخصصة، ولكن هناك أيضا مجموعة من الأفرع القانونية أو مجموعة من القواعد القانونية التي تتسم بالعمومية وتنطبق على جميع هذه أو تسري على جميع هذه الأفرع المتخصصة. ويمكن أن نعتبر أن هذه القواعد العامة تعتبر بمثابة أرضية مشتركة لكافة أفرع القانون الدولي. وتحديداً ما هي هذه الأفرع العامة أو القواعد العامة للقانون التي تنطبق أو التي تسري على الأفرع المتخصصة الأخرى؟ أهم هذه الأفرع هي فكرة المصادر، بمعنى هناك مجموعة من القواعد التي تحدد مصادر القانون الدولي، وسنتحدث عنها بعد قليل. هذه القواعد تسري على جميع الأفرع المتخصصة في القانون الدولي، بمعنى عندما نتحدث عن مصادر القانون الدولي، المصادر هي ذاتها في القانون الإنساني الدولي، في القانون الجنائي الدولي، في قانون البحار، في قانون الأنهار، في قانون التجارة، في قانون البيئة، في قانون الحرب، في قانون الدبلوماسي، في القانون القنصلي، وما إلى ذلك. كافة هذه الأفرع المتخصصة ينطبق عليها ذات القواعد المتصلة بمصادر القانون الدولي. تمام؟ القضية الأخرى مثلا مبادئ مثل أشخاص القانون الدولي. مرة أخرى فكرة الأشخاص، من هم أشخاص القانون الدولي؟ ما هي طبيعة الحقوق والواجبات المرتبطة بأشخاص القانون الدولي؟ أيضا هذه من القواعد أو المفاهيم العامة في القانون الدولي التي تسري على جميع الأفرع المتخصصة في القانون الدولي. وربما من هنا أعود مرة أخرى يعني أمر أشرت إليه منذ قليل، وهي أهمية هذه المحاضرة أنها تعطي نبذة عام عن القانون الدولي وتضع القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي في إطار أنهما أفرع من القانون الدولي العام، وأنه من الصعب على من تتناول هذه القوانين أو أي قاضي أو محاضر أو باحث أو من يعملون في الادعاء العام المتخصصين في مجالات مثل القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي أن يعملوا في هذه المجالات دون أن تكون لديهم خلفية في القانون الدولي العام، لأن هناك الكثير من القواعد والمبادئ والمفاهيم العامة التي تسري على كل الأفرع المتخصصة للقانون الدولي
بما فيها القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي. وكما أشرت، أهم هذه المبادئ العامة هي النظرية العامة لمصادر القانون الدولي، وكذلك المبادئ المرتبطة بأشخاص القانون الدولي العام، وغيرها أيضا من المبادئ العامة، ولكن ربما يعني المصادر والأشخاص هما المبادئ أو القواعد العامة الأهم التي تسري على كل أفرع القانون الدولي. فمرة أخرى يعني علشان لتلخيص هذا القسم الأول من هذه المحاضرة، كما أشرت، القانون الدولي العام بدأ كمجموعة قواعد تهدف لتنظيم العلاقات بين الدول ذات السيادة. 2، القانون الدولي العام بدأ يتوسع واعترف وبدأ ينظم علاقات المجتمع بالدولة، وبدأ يتناول وبدأ يخاطب وينظم علاقات أشخاص جديدة في العلاقات الدولية بما فيها المنظمات الدولية، وكذلك الأفراد والمجتمعات من خلال حق تقرير المصير. وكذلك هناك اتجاه حديث للاعتراف بالشركات كأحد أشخاص القانون الدولي. ويعني ومع ذلك أو يعني بالتوازي مع ذلك، كانت هناك حركة للتوسع الكبير في المجالات التي ينظمها القانون الدولي. فكما أشرت، هناك العديد من الأفرع المتخصصة في القانون الدولي التي تنظم العديد من المجالات وأوجه الحياة على المستويين الداخلي والدولي. وختاما أشرت في هذا الجزء إلى أن هناك تقسيم في قواعد القانون الدولي بين القواعد القانونية المتخصصة أو الأفرع المتخصصة، من بينها القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون البحار وما إلى ذلك، وكل هذه الأفرع كل منها يتناول جزء معين أو شق معين أو مجال معين من التعاملات الدولية. وبالإضافة أو بجانب هذه القواعد، هناك مجموعة من المفاهيم والقوانين العامة التي تعتبر أرضية مشتركة أو ركيزة تسري على كل القواعد المتخصصة أو الأفرع المتخصصة للقانون الدولي. فهذه يعني هذا هو الجزء الأول من المحاضرة، وهو زي كما أشرت هو مجرد مقدمة عامة حول القانون الدولي العام وأفرعه الرئيسية. ننتقل الآن للقسم الثاني من هذه المحاضرة، والخاص بمصادر القانون الدولي. وتحديدا سنتناول في هذا القسم الموضوعات الآتية. أولا سنبدأ بتعريف وتحديد ما هي مصادر القانون الدولي الأربعة، ثم سنتحدث عن التفرقة بين المصادر الرئيسية والمصادر الثانوية للقانون الدولي، ثم سنتحدث عن موافقة الدول كمصدر الإلزام في القانون الدولي، ونختتم ب يعني إشارة سريعة لفكرة العلاقة بين مصادر القانون الدولي وعلاق وكيفية أنه يمكن أن تكون هناك قواعد منصوص عليها في اتفاقية دولية، وأيضا وبالتوازي هي قواعد عرفية. فهذه هي النقاط الأربعة التي سنتناولها في هذا القسم، ونبدأ بتعريف وتحديد ما هي مصادر القانون الدولي الأربعة. كما تعلمون، المصادر الأربعة للقانون الدولي هي: أولاً الاتفاقيات، ثانياً العرف، ثالثاً المبادئ العامة للقانون، ورابعاً آراء الفقهاء وأحكام المحاكم. ونبدأ بالاتفاقيات. الاتفاقيات تعرفها وفق اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة سنة 1969 هو كالتالي: الاتفاقية هي عبارة عن اتفاق دولي مبرم بين دولتين أو أكثر، ويكون مكتوب أي مدون بشكل كتابي، ويكون مبرم وفق قواعد القانون الدولي. هذه هي عناصر التعريف المنصوص عليه في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويعني دعونا يعني نتناول هذا التعريف بقدر من التفصيل حتى نطلع على فكرة الاتفاقية وعناصرها وتعريفها. فكما أشرت، الاتفاقية الدولية هي اتفاق دولي، بمعنى أن هناك توافق أو تفاهم ما بين دولتين أو أكثر على القيام بإجراءات ما أو اتخاذ إجراءات ما في المستقبل، أي هناك اتفاق على القيام بشيء ما.
ويجب أن فهذا هو العنصر الأول، أن هناك اتفاق، هناك تفاهم أو توافق، هناك تلاقي في الرؤى بين دولتين أو أكثر على القيام بشيء ما في المستقبل. العنصر الثاني أن هذه الاتفاقية يجب أن تكون مبرمة. مبرمة بمعنى أن يكون التفاوض عليها قد انتهى، بمعنى أن الدول جلست سويا وجلس ممثلوها وتفاوضوا على نصها وتوافقوا عليه ودونوه بشكل كتابي وانتهت العملية التفاوضية. فهذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث وقد أشرت إليه أكثر من مرة هو أن الاتفاق يجب أن يكون مكتوبا، أي أن القانون الدولي لا يعترف بالاتفاقيات الشفهية أو الاتفاقيات غير المدونة. العنصر الرابع هو أن يكون هذا الاتفاق مبرم وفق قواعد القانون الدولي، وفق قواعد القانون الدولي، وهذا هو العنصر الرابع في تعريف الاتفاقية. هذا العنصر الغرض منه أمرين. الأمر الأول هو التفرقة بين الاتفاقات المبرمة وفق القانون الدولي والاتفاقات المبرمة وفق القانون المحلي. بمعنى هناك أمثلة عديدة جدا على اتفاقات تبرمها الدول وفق القانون المحلي لدولة ما. على سبيل المثال، إذا كانت هناك عقود من أجل توريد سلع معينة أو شراء سلع معينة ونقلها من دولة لأخرى، إذا كان هناك على سبيل المثال عقد لشراء مبنى يكون مقر لسفارة لدولة ما في دولة أخرى، كل هذه التعاملات أو كل هذه الاتفاقات ليست اتفاقيات دولية، وإنما تعتبر اتفاق مبرم وفق القانون المحلي لدولة ما، وبالتالي تصنف كعقود وليست كاتفاقيات. يعني رغم أنها اتفاق ومكتوب ومبرم بين دول، إلا أنها ليست اتفاقيات دولية لأنها هي مبرمة وفق قواعد القانون المحلي لدولة ما وليس وفق القانون الدولي العام. النقطة الثانية هي أن الغرض من يعني الهدف من أن نشير في تعريف الاتفاقيات لفكرة أن هذا الاتفاق مبرم وفق القانون الدولي، أنها تشير إلى أن نية الدول قد انعقدت لإنشاء التزامات دولية على عاتقها. فهذا هو الهدف من هذا التعريف. فمرة أخرى من أجل التلخيص أو يعني لإجمال لإيجاز هذه النقطة، أن تعريف الاتفاقية الدولية أنها اتفاق دولي بين دول يكون مكتوب ويكون مدون ويكون يعني مبرم وفق قواعد القانون الدولي ويكون محكوم بقواعد القانون الدولي. ونقطة سريعة، يعني لا توجد شروط لتسميات المعاهدات. بمعنى عندما نعرف الاتفاقية يمكن أن نجد تسميات كثيرة جدا للاتفاقيات الدولية، وليست بالضرورة أن تكون مسماة اتفاقية. يعني في أحيان كثيرة يكون اسم الوثيقة اتفاقية، لكن في أحيان أخرى نجد تسميات كثيرة أخرى. على سبيل المثال هناك كلمة اتفاقية، كلمة معاهدة، كلمة ميثاق، كلمة إعلان، كلمة حتى كلمة محضر مقابلة، الخطابات المتبادلة. كل هذه الوثائق أو كل هذه التسميات هي تسميات يشار إليها أو تستخدم للإشارة للاتفاقيات الدولية، وذلك لأن التسمية ليست من شروط المعاهدة وليست جزء من تعريف المعاهدة. فهذا هو بشكل مختصر تعريف الاتفاقيات. المصدر الثاني للقانون الدولي هو العرف الدولي. والعرف هي عبارة مجموعة من القواعد ومجموعة من المبادئ القانونية التي لم يتم تدوينها بشكل رسمي في اتفاقية دولية. والعرف مبني على عنصرين، أي أن هناك عنصرين أو شرطين لتوافر يعني حتى ينشأ العرف الدولي. يجب توافر عنصرين أو شرطين حتى ينشأ العرف الدولي. كما تعلمون العنصرين هما عنصر أو مكون مادي وعنصر أو مكون معنوي. نبدأ بالعنصر المادي. العنصر المادي هو تواتر ممارسة الدول على فعل ما أو على تصرف ما. تمام؟ بمعنى أن تتواتر الدول أو أن يكون هناك سجل طويل من قيام الدول بإجراء معين أو التصرف بشكل معين على امتداد
فترة طويلة. ومن هنا يكون هناك عدد كبير من الدول يكون قد قام بإجراء معين بشكل مستمر وبشكل مستقر على امتداد فترة ما من الزمن. هذا هو العنصر المادي، بمعنى أن هناك ممارسة فعلية، وهذه الممارسة الفعلية تقوم بها عدد كبير من الدول لفترة ممتدة بشكل جعل هذه الممارسة ممارسة مستقرة في تصرفات الدول وفي علاقاتها. فهذا هو العنصر المادي في العرف. أما العنصر المعنوي فهو العنصر المرتبط بأن تكون هذه الممارسة، أي العنصر المادي، نابع عن أو نابع من اقتناع لدى الدول التي تقوم بهذه الممارسة، اقتناع بأنها ملزمة بهذه الممارسة. يعني بمعنى الهدف هنا هو أن تكون الدول تقوم بإجراء معين أو تنخرط في ممارسة معينة، وهذه الممارسة المستقرة تعكس اقتناع لدى الدول بأنها تقوم بهذه الممارسة انطلاقا من التزامها القانوني بهذه الممارسة. والهدف من ذلك هو التفرقة بين الممارسات والمعاملات التي تتم بشكل تلقائي وبشكل مستقر في العلاقات الدولية، ولكن انطلاقا من اعتبارات سياسية أو اعتبارات بروتوكولية ومراسيمية، وربما تكون عادات دأبت عليها الدول دون أن تكون تنبع من التزام قانوني. بمعنى هناك الكثير من الممارسات التي تقوم بها الدول بشكل مستقر وبشكل مستمر، ولكن منبعها هو إما اعتبارات سياسية أو مجاملات أو يعني أمور مرتبطة بالتقاليد وما إلى ذلك، ولكن ليس بسبب التزام قانوني. وبالتالي إذا قامت الدول بمخالفة هذه الممارسات لا تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ربما تكون مخالفة للأعراف الدبلوماسية أو للأعراف السياسية أو ما إلى ذلك، ولكنه ليس مخالفة قانونية. ومن هنا هذا هو الغرض من العنصر المعنوي. العنصر المعنوي للعرف هدفه هو التفرقة بين الممارسات التي تنبع من التزام قانوني والممارسات التي تنبع من اعتبارات أخرى قد تكون مراسمية أو شكلية أو عرفية أو يعني سياسية وما إلى ذلك. المبدأ الثالث أو عفوا المصدر الثالث للقانون الدولي هو المبادئ العامة للقانون. المبادئ العامة للقانون هي عبارة عن مجموعة من المبادئ والمفاهيم المترسخة والمتأصلة في جميع الأنظمة القانونية على مستوى العالم. وعندما نشير هنا إلى الأنظمة القانونية على مستوى العالم، فما نقصده هو ببساطة أنظمة مثل النظام الأنجلوساكسوني أو المنظومة القانونية للشريعة الإسلامية أو المنظومة القانونية المرتبطة بنابليون اللي هو تسمى بالنابليونيك كود أو المنظومة القانونية للقانون المدني الأوروبي وما إلى ذلك. هذه كل من هذه المنظومات القانونية لها مجموعة من المبادئ العامة والمفاهيم والقواعد التي تعتبر أسس راسخة لها. فيما يتعلق بالقانون الدولي بنعتبر أن المبادئ العامة المشتركة بين هذه المنظومات القانونية تعتبر مصدر للقانون الدولي. ويعني فلنتعرض لبعض الأمثلة لتوضيح الأمر. مثلا وهي قاعدة شهيرة في القانون الجنائي، قاعدة الشرعية، أي قاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. هذه القاعدة وهذا المبدأ هو مبدأ عام موجود في جميع الأنظمة القانونية على مستوى العالم، في الشريعة الإسلامية، في القانون الأنجلوساكسوني، في القواعد وفي الأنظمة القانونية للدول الأسيوية وفي الثقافات الأسيوية، في الكثير من الثقافات الإفريقية وما إلى ذلك. جميع هذه الأنظمة القانونية تؤكد على مبدأ الشرعية وتؤكد على فكرة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي تحول هذا المبدأ العام إلى أحد المبادئ العامة للقانون الدولي، لأنه مبدأ مترسخ ومتأصل في جميع الأنظمة القانونية على مستوى العالم.
المصدر الرابع للقانون الدولي هو آراء الفقهاء أو آراء كبار الفقهاء وأحكام المحاكم. طبعا كبار الفقهاء هم يعني الباحثين في مجال القانون الدولي، وكبار الفقهاء الذي يشار إليهم بالبنان والمعرفة والعلم في مجال القانون الدولي. وهناك أيضا أحكام المحاكم، وعندما نشير هنا لأحكام المحاكم فليس الأمر لا يقتصر على المحاكم الدولية، وإنما يمتد أيضا إلى المحاكم الوطنية والإقليمية، تمام؟ فيعني لا يوجد الأمر ليس محدودا وليس مقصورا على أحكام المحاكم الدولية. يعني بشكل مختصر هذه هي المصادر الأربعة للقانون الدولي، والتي تم النص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولي. ننتقل بعد ذلك للنقطة التالية، وهي أن هناك قدر من التفرقة أو قدر من التراتبية بين هذه المصادر. هناك مصادر رئيسية وهناك مصادر فرعية أو ثانوية للقانون الدولي. المصادر الرئيسية للقانون الدولي هي الاتفاقيات والعرف والمبادئ العامة للقانون، والعلاقة بينهما هي علاقة تساوي. بمعنى يجب أن نعي وأن نكون حريصين جدا على هذه النقطة. هناك تصور لدى البعض وتصور خاطئ أن المبادئ أو القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات تجب القواعد ربما العرفية التي لم يتم النص عليها والتي لم تدون بشكل كتابي في اتفاقية ما، وهذا تصور غير صحيح. هذا تصور غير صحيح. المصادر الرئيسية للقانون الدولي العلاقة بينها هي علاقة مساواة، والقواعد المنصوص عليها في العرف تساوي في قيمتها القانونية القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية، ولا توجد علاقة يعني لا توجد علاقة هرمية أو لا توجد علاقة تراتبية بين الاتفاقيات والعرف. بمعنى أن الاتفاقيات الدولية لا تجب الأعراف، وفي ذات الوقت الأعراف لا تجب الاتفاقيات الدولية. فبالتالي مصادر القانون الدولي خاصة المصادر الرئيسية هي على ذات المستوى، وقيمتها القانونية وقيمة القواعد المنصوص عليها فيها هي قيمتها هي يعني أن هناك تساوي أو أن هي متساوية من حيث القيمة القانونية، أي أن على سبيل المثال الاتفاقيات لا تجب العرف والعرف لا يجب الاتفاقيات. فهذه نقطة مهمة للغاية. النقطة التالية وهي متصلة بالنقطة الأخيرة، النقطة التالية التي أود الإشارة إليها هي مرتبطة بمصدر الالتزام في القانون الدولي. ما هو مصدر الالتزام مبدئيا؟ يعني ما هي فكرة مصدر الالتزام؟ عندما نسأل أنفسنا في أي دولة وفي أي نظام قانوني محلي ما هو مصدر الالتزام؟ مصدر الالتزام للقانون هو بصفة عامة أن هناك مجموعة من المشرعين أو أن هناك جهة تشريعية، هذه الجهة التشريعية تم تكليفها بسن القوانين التي تسري في المجتمع. عادة يكون هذا الأمر منصوص عليه في دستور أو في مجموعة من الأعراف المستقرة في تلك الدولة، لكن بصفة عامة في أغلب المجتمعات في العراق، في مصر، في الولايات المتحدة، في اليابان، عادة هناك توافق ما ربما يكون منصوص عليه في دستور، توافق ما على أن هناك جهة معينة هي عادة مجموعة من الأشخاص أو شخص واحد، يعني بغض النظر حسب كل نظام قانوني وكل مجتمع ونظامه، أن هناك جهة ما ستكون معنية بصياغة التشريعات والقوانين التي تسري على هذا المجتمع. ومصدر الالتزام هو أننا قبلنا كمجتمع أننا قبلنا بهذه الجهة أو هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بسن التشريعات التي ستسري علينا والتي سنلتزم بها. فهذا هو مصدر الالتزام. في القانون الدولي مصدر الالتزام مختلف. في القانون الدولي مصدر الالتزام هو موافقة الدول على قواعد القانون الدولي. بمعنى أنه إذا كانت هناك قاعدة ما في القانون الدولي ترفضها دولة ما أو لم تقبل بها، تصبح هذه القاعدة غير ملزمة لتلك الدولة. بمعنى أن مصادر القانون الدولي معتمدة كلها على موافقة الدول، أي أن
الاتفاقيات على سبيل المثال، الاتفاقيات الدولية تكون ملزمة فقط لتلك الدول التي قبلت بتلك الاتفاقيات، وعادة يكون القبول من خلال إجراءات معينة مثل التوقيع والتصديق. هذا هو أسلوب التعبير عن موافقة الدول. ونفس الأمر بالنسبة للأعراف الدولية. الأعراف الدولية هي بطبيعة الحال ممارسات غير مكتوبة، ولكنها ممارسات تواترت عليها الدول ومبنية على إحساس أو العنصر المعنوي بالالتزام القانوني. ولكن إذا قامت دولة بالتعبير عن رفضها وتحفظها على قاعدة قانونية عرفية آخذة في التبلور وآخذة في الظهور، تصبح تلك الدولة غير ملزمة بهذه القاعدة العرفية. تمام؟ لماذا؟ لأن مصدر الالتزام وإلزامية قواعد القانون الدولي مرتبطة بموافقة الدول وإقرارها وقبولها بهذه القواعد القانونية الدولية. وبدون هذه الموافقة، إذا غابت هذه الموافقة، إذن تصبح الدول غير ملزمة بهذه القواعد القانونية الدولية. فهذه نقطة مهمة جدا، وبالطبع لها أهمية خاصة في مجال القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، لأن في كثير من الأحيان نجد أن الدول غير موقعة على الاتفاقيات المعنية أو الاتفاقيات التي تنص على بعض قواعد القانون الإنساني الدولي أو القواعد أو قواعد القانون الجنائي الدولي. وهنا تصبح الدولة على سبيل المثال غير ملزمة بالاتفاقية الدولية، ولا يمكن لنا أن نحتج بهذه الاتفاقية في مواجهة تلك الدولة. هذه نقطة مهمة جدا، أنه لأن الأساس في الالتزام هو موافقة الدولة، فلا يمكن أن نحاسب الدولة على مخالفة اتفاق هي لم تقم بالموافقة عليه بالتوقيع وبالتصديق. طيب، هذا يأخذني للنقطة الأخيرة في هذا القسم من المحاضرة، وهي نقطة مرتبطة بالعلاقة بين الاتفاقيات والعرف، يعني بصفة عامة العلاقة بين مصادر القانون الدولي، لأنها مرتبطة بقضية الموافقة أو قضية الإقرار كمصدر للالتزام. بصفة عامة، لأنني كما قلت منذ دقائق، العلاقة بين الاتفاقيات والعرف هي علاقة مساواة. هي علاقة مساواة، بمعنى لا توجد علاقة تراتبية ولا توجد أسبقية لمصادر القانون الدولي الرئيسية. بمعنى الاتفاقيات ليس لها أسبقية على العرف، والعرف ليس له أسبقية على الاتفاقيات. وبالتالي نجد في الكثير من الأحيان أن قواعد القانون الدولي لها أكثر من مصدر، أو أن قاعدة ما ومبدأ ما في القانون الدولي هو في حقيقة الأمر مبدأ موجود ومنصوص عليه في اتفاقية دولية، وكذلك هو مبدأ عرفي. ونأخذ مثال للتوضيح. على سبيل المثال، المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الاتفاقية هي اتفاقية منع وتجريم الإبادة الجماعية، والمادة الأولى منها تقول أن الإبادة الجماعية جريمة دولية، ويجب على الدول أن تتخذ الإجراءات لمنع هذه الجريمة ومحاسبة من يرتكبها. فهذا هو أهم مبدأ موجود في هذه الاتفاقية. هذا المبدأ كونه مبدأ منصوص عليه في اتفاقية دولية هو مبدأ تعهدي، بمعنى أنه منصوص عليه في معاهدة دولية، ومصدر الالتزام بهذه القاعدة هو أن تقوم الدول بالتوقيع على اتفاقية الإبادة الجماعية وأن تقوم بالتصديق عليها. وبالتالي إذا كانت هناك دولة ليست طرفاً في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تصبح تلك الدولة غير ملزمة بهذه القاعدة. ولكن لحسن الحظ، هذه القاعدة التعاهدية، قاعدة منع الإبادة الجماعية، هي في ذات الوقت قاعدة عرفية، وبالتالي تصبح الدول ملزمة بهذه القواعد العرفية حتى لو لم تكن طرفا في الاتفاقية الدولية. وهذه هي النقطة الأهم التي أود أن أشير إليها.
هناك الكثير من القواعد القانونية في القانون الدولي هي في حقيقة الأمر قواعد منصوص عليها في اتفاقيات الدولية، وفي نفس الوقت هي قواعد عرفية. وإذا كانت الدولة لم تقبل بالاتفاقية الدولية ذات الصلة، فربما تكون الدولة أيضا ملزمة بنفس المضمون، بنفس القاعدة المنصوص عليها في الاتفاقية، ولكن هي ملزمة بها وفق العرف الدولي. وهذه هي النقطة المهمة التي يعني أهميتها، أن هناك الكثير من قواعد القانون الجنائي الدولي منصوص عليها في اتفاقيات، لكن بعض هذه الاتفاقيات لم تحظى بعدد كبير من التوقيعات والتصديقات، وهناك العديد من الدول التي لم توقع عليها. ولكن حقيقة الأمر رغم أن الدول لم توافق على هذه الاتفاقيات وبالتالي غير ملزمة بها، إلا أنها ملزمة بمضمون هذه الاتفاقيات وملزمة بالقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، لأنها مبادئ عرفية قبلتها الدول أو على الأقل لم تعترض عليها أثناء تبلورها. وبالتالي هنا، ويمكن هذه النقطة اللي أود اختتام بها هذا الجزء من المحاضرة، مصادر القانون الدولي هناك علاقة مساواة بينها، ولدينا الاتفاقيات الدولية ولدينا الأعراف الدولية، وأساس الالتزام هو موافقة الدولة. ولكن ربما يكون هناك حالة أن الدولة غير ملزمة باتفاقية دولية ولكنها ملزمة بالأعراف الدولية، ومضمون العرف ربما يكون متطابق مع مضمون الاتفاقية، وبالتالي تصبح الدولة يعني ملزمة بمضمون الاتفاقية رغم أنها ليست طرفا فيها، لأنها ملزمة بالأعراف الدولية التي قبلتها، ومضمون هذا العرف متطابق مع مضمون الاتفاقية الدولية. فيعني هذه هي، هذا هو القسم الثاني، ربما يعني أمضي فيه تلخيص لأهم ما جاء فيه. أولا، هناك أربع مصادر للقانون الدولي: اتفاقيات، عرف، مبادئ عامة للقانون، وآراء الفقهاء وأحكام المحاكم. المصادر الرئيسية للقانون الدولي هي الثلاثة الأول، أي الاتفاقيات والعرف والمبادئ العامة، والمصادر الثانوية هي أحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء. مصدر الالتزام في القانون الدولي هو موافقة الدول، أي أنه لا يجوز أن نحتج ضد دولة بقاعدة ما إلا إذا تثبتنا وتأكدنا من موافقة تلك الدولة على تلك القاعدة. والنقطة الرابعة والأخيرة، وهي العلاقة بين الاتفاقيات والعرف، أو العلاقة بين مصادر القانون الدولي، العلاقة هي علاقة مساواة، لا توجد علاقة تراتبية. الاتفاقيات لا تجب العرف، والعرف لا يجب الاتفاقيات. وهناك العديد من قواعد القانون الدولي، بما في ذلك قواعد في الاتفاقيات، نجد أن لها مرادف، أو أن هناك نفس القاعدة موجودة في العرف. وبالتالي ربما تكون هناك دولة غير ملزمة باتفاقية دولية لأنها لم تقبل بها، ولكنها في نفس الوقت ملزمة بالأعراف. ويعني وأقدم لسيادتكم مثال آخر مأخوذ من القانون الجنائي الدولي: الجرائم ضد الإنسانية، لا توجد اتفاقية دولية شاملة للجرائم ضد الإنسانية. توجد بعض الاتفاقيات، مثل على سبيل المثال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على الجرائم ضد الإنسانية، لكن هناك العديد من الدول التي لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن رغم ذلك تظل هذه الدول ملزمة بتجريم الجرائم ضد الإنسانية. من أين أتى هذا الالتزام؟ أتى من القواعد العرفية. وفي أحيان كثيرة جدا نجد أن مضمون الاتفاقيات، المضمون الموضوعي للاتفاقيات، هو ذاته مضمون القواعد العرفية. وهناك وتصبح هذه القواعد يعني إيه موجودة في مصدرين من مصادر القانون الدولي بشكل متوازي، لا يجب أحدهما الآخر. يعني هذا هو الجزء الثاني، وبعد ذلك سننتقل إلى الجزء الثالث من هذه المحاضرة. ننتقل الآن للجزء الثالث من هذه المحاضرة، والذي يستعرض بقدر من الإيجاز القوانين الدولية ذات الصلة بالنزاعات المسلحة والعلاقة بين هذه الأفرع من القانون الدولي. والحقيقة أن هناك ثلاثة أفرع من القانون الدولي تتعامل مع قضية النزاعات المسلحة
وترتبط بشكل مباشر مع قضية الحروب وكيفية تنفيذ العمليات العسكرية أو العمليات العدائية والقواعد الحاكمة لهذا النشاط أو هذه الممارسات. وتحديدا هذه المجالات هي ما يلي: أولا، هناك مجموعة من القواعد تحكم قرار اللجوء للعمل المسلح، تمام؟ هذه القواعد هي التي تحدد متى يكون من حق الدولة أن تلجأ للعمل العسكري، فهذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني هو القانون الإنساني الدولي أو قانون الحرب، وهي مجموعة القوانين التي تتناول كيفية ممارسة الأعمال العدائية، كيفية تنفيذ العمليات العسكرية. هي القواعد التي تحدد الأشخاص التي يجوز استهدافهم في العمليات العسكرية، والتي تحدد طوائف الأشخاص الذين يتمتعون بحماية ويتمتعون بحصانة من آثار العمليات العسكرية التي لا يجوز التعرض لها. وهي أيضا القوانين التي تحدد المناطق والمنشآت التي لا يجوز التعرض لها في أثناء تنفيذ العمليات العسكرية أو العمليات العدائية. هذا هو الفرع الثاني، وهو القانون الإنساني الدولي. وهناك أيضا القانون الجنائي الدولي، والذي يوفر آليات وقواعد لمحاسبة الأشخاص الذين يخالفون المبادئ المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي، في قواعد قانون الجنائي الدولي. ولكن هناك أيضا آلية للإنفاذ، وهذا يمكن أحد الاختلافات الرئيسية بين القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، أن القانون الجنائي الدولي هدفه الرئيسي توفير آلية لإنفاذ الكثير من القواعد ذات الصلة بحماية، على سبيل المثال، المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وغيرها من القواعد والقوانين التي تنظم الأعمال العدائية. فيعني سنتحدث سريعا عن كل من هذه الأفرع مع استيضاح العلاقة بين كل منها والظروف التي تنطبق فيها أو تطبق فيها قواعد هذه الأفرع الثلاثة الرئيسية من القانون الدولي. وكذلك سنتحدث سريعا عن علاقة هذه الأفرع من أفرع القانون الدولي بقانون حقوق الإنسان، لأن أيضا قانون حقوق الإنسان الدولي له هناك الكثير من الحالات التي ينطبق فيها أو يطبق فيها ويسري فيها أثناء النزاعات المسلحة وأثناء الأعمال العدائية. فنبدأ بالفرع الأول، هو يمكن أن نطلق عليه قانون أو قواعد اللجوء للعمل المسلح. هذه القواعد منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وربما أهم فقرات ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة هي الفقرة الرابعة من المادة الثانية، وكذلك الفصل السابع، وتحديدا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. الهدف من هذه القوانين والقواعد أو هذه المواد هو ما يلي بقدر كبير من الإيجاز: واحد، هذه القواعد تحرم اللجوء للعمل العسكري بشكل أحادي، بمعنى أن هذه القواعد تؤكد على أنه غير مقبول أو أنه مخالفة للقانون الدولي أن تقوم أي دولة باتخاذ إجراءات أو ممارسة العمل العسكري أو الاعتداء على دولة أخرى. وهنا الحقيقة يعني اللغة المستخدمة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة تشير إلى استخدام القوة، يعني هذا هو اللفظ المستخدم في ميثاق الأمم المتحدة، وهو أنه من غير المقبول أو تتعهد دول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم استخدام القوة في علاقاتها الدولية. وهي عبارة فضفاضة واسعة تشمل يعني أوسع بكثير من عبارات تقليدية مثل الحرب أو العمل العدائي، فهي بالتالي عبارة واسعة تحرم كل أشكال استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. وكذلك تشير هذه القواعد إلى حق الدول
في ممارسة في الدفاع عن نفسها بما في ذلك عن طريق استخدام القوة المسلحة، ولكن بشرط أن يكون ذلك كرد فعل على هجوم مسلح تتعرض له الدول. وربما هذه هي أهم قاعدة في هذا الفرع من فروع القانون الدولي، أنه من حق الدول أن تمارس حق الدفاع الشرعي عن النفس، ولكن بشرط أن يكون في مواجهة اعتداء مسلح أو هجوم مسلح. هذا هو اللفظ المستخدم في ميثاق الأمم المتحدة، هجوم مسلح، هجوم مسلح من قبل دولة أخرى. فهذه هي القاعدة الرئيسية أو المبادئ الرئيسية لهذا الفرع من القانون الدولي، وهو القانون الحاكم لمدى مشروعية اللجوء للعمل المسلح من قبل الدول في علاقاتها الدولية. فهذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني كما أشرت هو القانون الإنساني الدولي، وهو ربما يعني إيه كما نقول الوجه الآخر للفرع الأول. فإذا كما أشرت الفرع الأول من هذه الفروع هو الذي يتناول قرار اللجوء للحرب أو قرار اللجوء للعمل المسلح. القانون الإنساني الدولي هو الذي ينظم كيفية تنفيذ وإدارة العمليات العسكرية والعمليات العدائية، وهو الذي يضع الحدود للإجراءات والأساليب والأدوات التي يمكن اتباعها واستخدامها أثناء تنفيذ العمليات العسكرية أو العمليات العدائية. وبالتالي فالهدف الرئيسي من القانون الإنساني الدولي هو وضع حدود وضوابط لكيفية إدارة العمليات العسكرية، لوضع حدود وضوابط لطبيعة الأهداف التي يمكن استهدافها أثناء العمليات العدائية، بما في ذلك إذا كانت أهداف أشخاص أو إذا كانت هذه الأهداف منشآت، وكذلك وضع حدود وضوابط لأدوات الحرب أي نوعيات الأسلحة التي سيتم استخدامها في العمليات العسكرية. تمام؟ فهذا هو كما أقول، لذلك نقول أن القانون الإنساني الدولي هو الوجه الآخر للفرع الأول المرتبط بقانون اللجوء للحرب، أي أننا عندنا فرع أول هو الذي يحدد متى يجوز للدولة أن تمارس الأعمال العدائية، ثم هناك فرع آخر يتناول ما هي الضوابط الحاكمة للأعمال العدائية، ما هي حدود الأعمال العدائية، ما هي الأساليب والأدوات والأسلحة والتكتيكات التي يمكن استخدامها أثناء تنفيذ الأعمال العدائية. ثم ننتقل للفرع الثالث وهو القانون الجنائي الدولي. القانون الجنائي الدولي الحقيقة أنه أيضا يكمل أو يعني هناك علاقة تكاملية بين هذه الأفرع الثلاثة. لماذا؟ لأن القانون الجنائي الدولي يقوم بتجريم الكثير من المبادئ التي وردت بصفة عامة في القانون الإنساني الدولي. بمعنى على سبيل المثال، هناك الكثير من المبادئ في القانون الإنساني الدولي التي وردت في شكل التزامات ملقاة على عاتق الدول. على سبيل المثال، هناك التزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين. هذا الالتزام منصوص عليه في عدة اتفاقيات مثل اتفاقية جنيف، اتفاقيات لاهاي لسنة 1907، وهي أمور سنتطرق إليها في القسم الرابع والخامس من هذه المحاضرة. ولكن بصفة عامة هذه المبادئ منصوص عليها في اتفاقيات، ومخالفتها هي مخالفة ترتكبها الدول إذا على سبيل المثال قامت دولة ما باستهداف مدنيين أو استهداف منشأة مدنية، تصبح الدولة قد خالفت القانون الإنساني الدولي. القانون الجنائي الدولي يوفر آليات لتجريم هذه الأفعال، وبالتالي لإنشاء مسؤولية جنائية شخصية مترتبة على مخالفة بعض قواعد القانون الإنساني الدولي. بمعنى أرجو يعني أتمنى أن تكون لاحظتم هذا الاختلاف، أن القانون الإنساني الدولي بالأساس يضع مسؤوليات على عاتق الدولة، أي أن الدولة ملزمة على سبيل المثال بعدم قتل أسرى الحرب، أو أن الدولة على سبيل المثال ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى. ثم يأتي القانون الجنائي الدولي ليقوم بتجريم، ليس فقط بمنع أو ليس فقط بتحديد طوائف من الممارسات تكون طوائف غير قانونية، ولكن أيضا بتجريمها.
إضافة هذا العنصر أو هذا الشق وشق التجريم، أن قانون الجنائي الدولي يقوم بتجريم الكثير من الأفعال التي منعها القانون الإنساني الدولي، ويوفر كذلك آليات للإنفاذ. أي أن القانون الجنائي الدولي يحول الكثير من الأفعال التي منعها القانون الإنساني الدولي إلى جرائم، وكذلك يوفر آليات لإنفاذ هذه الجرائم وضمان محاسبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإنشاء أو تأسيس المسؤولية الجنائية الفردية الملقاة على عاتق الأفراد الذين يقترفوا مثل هذه الأفعال. وبالتالي يعني ما أود أن أقوله، ويمكن هذه هي الرسالة الرئيسية لهذا القسم من هذه المحاضرة، هو أن هناك علاقة تكاملية بين هذه الأفرع الثلاثة للقانون الدولي: قانون اللجوء للحرب، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي. كل منهما يقوم بدور ما في يعني في إدارة وفي تنظيم ووضع ضوابط للعمليات العسكرية وعمليات والعمليات العدائية، وكل منهم يقوم بدور مختلف. أعطي لحضراتكم مثال آخر: أحد الجرائم الأربعة المنصوص عليها في ميثاق في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي جريمة العدوان. تعريف جريمة العدوان يأتي مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة الذي هو المصدر الرئيسي لقانون اللجوء للحرب. فمرة أخرى هذا يوضح لحضراتكم علاقة التكامل بين هذه الأفرع الثلاثة المعنية بقضية النزاعات المسلحة. مثال آخر أيضا: العلاقة بين القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي فيما يتعلق ب الجرائم ضد الإنسانية. في أحيان كثيرة جدا الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم تتم في أوقات السلم، ومنصوص عليها بالأساس في المواثيق ذات الصلة بالقانون الجنائي الدولي. ولكن أيضا هناك الكثير من الجرائم التي حددتها المواثيق المرتبطة بالقانون الإنساني الدولي، ثم أتت المواثيق ذات الصلة بالقانون الجنائي الدولي وأضافت إليها الكثير من الوضوح والكثير من التفصيل. بمعنى كما أشرت، القانون الإنساني الدولي يقول بصفة عامة أن هناك مبدأ عام بعدم التعرض للمدنيين وعدم التعرض للمنشآت المدنية. أتى القانون الجنائي الدولي وأضاف قدر من التفصيل والوضوح والقطع الذي تتسم به قواعد القانون الجنائي. فكما تعلمون قواعد القانون الجنائي تتسم بوضوح وتتسم بقدر أكبر من التفصيل من حيث عناصر الجرائم، مكوناتها المادية والمعنوية وما إلى ذلك. ومن هنا تبرز لدى حضراتكم العلاقة التكاملية بين هذه الأفرع. مثال آخر هو جرائم الحرب. القانون الإنساني الدولي ينص في اتفاقيات جنيف على فكرة الجرائم الجسيمة أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي هي جرائم الحرب. هذه النصوص أخذت بشكل مباشر إلى القوانين ذات الصلة بجرائم الحرب في القانون الجنائي الدولي، وتم تجريم هذه الجرائم التي جاءت من اتفاق أو التي نص عليها أساسا في اتفاقيات جنيف، وتم إضافة أو تم توفير آليات لإنفاذ هذه القواعد. وبالتالي أتصور الخلاصة التي يجب أن نخلص إليها هي أن هناك علاقة تكاملية بين هذه الأفرع الثلاثة. هناك أيضا الكثير من الأمثلة على قواعد أخذت من أحد هذه الأفرع ونقلت إلى الفرع الآخر. كما أشرت، تعريفات جرائم الحرب في القانون الجنائي الدولي مأخوذة مباشرة من اتفاقيات جنيف، وهي بالطبع أهم مصادر القانون الإنساني الدولي. تعريف جريمة العدوان مأخوذ مباشرة من ميثاق الأمم المتحدة. تعريف الجرائم ضد الإنسانية، هناك الكثير من التطابق والكثير من تلاقي بين مبادئ القانون الإنساني الدولي ومبادئ القانون الدولي فيما يتعلق
الجرائم ضد الإنسانية. فربما هذه هي الرسالة أو النقطة الرئيسية التي وددت أن أشير إليها في هذا القسم. قضية أخرى مرتبطة بحالات سريان هذه القواعد، بمعنى هذه القواعد تسري وتطبق في حالات معينة، وهناك قدر من التطابق تسري هذه القواعد في أوقات معينة وأوقات متشابهة. على سبيل المثال لتوضيح هذه النقطة فيما يلي: القانون الجنائي الدولي يحدد 4 جرائم رئيسية: العدوان، الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. جرائم الحرب كما هو واضح من المسمى يجب أن تقترن بنزاع مسلح معين، يجب أن يكون هناك حالة نزاع مسلح، قد يكون نزاع مسلح دولي وقد يكون نزاع مسلح داخلي، وسنتحدث عن هذه التفرقة بعد قليل، ولكن يجب أن يكون هناك نزاع مسلح. وبالتالي قواعد جرائم الحرب وهي الأساس في القانون الإنساني الدولي لا تنطبق إلا أثناء النزاعات المسلحة. أما القانون الجنائي الدولي فيتحدث عن فقد يعني القانون الجنائي الدولي لديه نطاق سريان أوسع من القانون الإنساني الدولي. لماذا؟ لأن القانون الجنائي الدولي يتعامل مع حالات لا تتطلب أن تكون هناك نزاع مسلح. على سبيل المثال الجرائم ضد الإنسانية، الجرائم ضد الإنسانية لا تتطلب أن تكون هناك حالة نزاع مسلح حتى تسري قواعد الجرائم ضد الإنسانية. نفس الشيء بالنسبة لجرائم الإبادة الجماعية، لا يتطلب وجود حالة نزاع مسلح حتى تسري قواعد الإبادة الجماعية وقواعد الجرائم ضد الإنسانية. وبالتالي كما أشرت مرة أخرى هناك علاقة تكامل، بمعنى أن القانون الجنائي الدولي يوفر أو يعني يغطي مساحات ويوفر ضمانات ويوفر قدر من الحماية لا يوفره القانون الإنساني الدولي، وفي نفس الوقت القانون الإنساني الدولي يوفر الكثير من المبادئ الرئيسية التي تم استيعابها في قواعد القانون الجنائي الدولي. وكذلك قانون اللجوء للحرب يوفر القواعد الموضوعية التي أخذ بها القانون الجنائي الدولي واستوعبها ونص عليها، خاصة فيما يتعلق بجريمة العدوان. النقطة الأخيرة التي أود الإشارة إليها هي العلاقة مع قانون حقوق الإنسان. قانون حقوق الإنسان بالأساس هو مجموعة من القواعد التي تعنى بتنظيم العلاقة بين الدولة والأشخاص الخاضعين لولاية هذه الدولة، أي على سبيل المثال الأشخاص القاطنين في إقليم الدولة أو الذين يعيشون في إقليم هذه الدولة. القانون حقوق الإنسان ينظم العلاقة بين الدولة وهؤلاء الأشخاص ويوفر لهؤلاء الأشخاص مجموعة من الضمانات ومجموعة من الحقوق الرئيسية. المهم هنا والأمر الذي يرتبط بنقاشنا اليوم هو أن قانون حقوق الإنسان أيضا هناك بعض عناصره أو بعض مبادئه التي تنطبق وقت النزاعات المسلحة، وبالتالي هناك أيضا بعض القواعد القانونية المأخوذة من قانون حقوق الإنسان التي ربما تطبق أثناء النزاعات المسلحة. على سبيل المثال الحق في الحياة، تجريم التعذيب، المحاكمة، القواعد المرتبطة بالمحاكمة العادلة والمنصفة وما إلى ذلك. فما أود أن يعني أتمنى أن يبدأ أن يتضح لحضراتكم أن هناك العديد من أفرع القانون الدولي التي تنظم النزاعات المسلحة، وهناك علاقة تكاملية بينها، وكل منها يقوم بدور ويقوم بتوفير مجموعة من الضوابط والحدود ومجموعة من القواعد التي تحكم عملية النزاعات المسلحة، بداية من قرار اللجوء للحرب انتهاء بتوفير مجموعة من القواعد والأدوات لمحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفات لهذه القواعد. فهذا هو الجزء الثالث من هذه المحاضرة. ننتقل الآن إلى الجزء الرابع من هذه المحاضرة، وهو عبارة عن مقدمة للقانون الإنساني الدولي. بطبيعة الحال هناك محاضرات أخرى تم تجهيزها وسيتم إلقائها
تتناول قواعد القانون الإنساني الدولي بقدر أكبر من التفصيل، وستعرض إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده ومصادره وكيفية تطوره بقدر كبير من التفصيل، وستتناولها بشكل متكامل وشكل شامل. وبالتالي في هذه المحاضرة أو في هذا الجزء من هذه المحاضرة، الهدف هو مجرد تقديم لحضراتكم مقدمة عامة حول القانون الدولي، تشمل تناول الأغراض الرئيسية والأهداف الرئيسية التي يسعى القانون الإنساني الدولي لتحقيقها، مع تقديم نبذة مختصرة عن تاريخ وتطور القانون الإنساني الدولي، وكذلك اطلاع أو يعني سنطل سريعا على أهم مبادئ القانون الإنساني الدولي التي تعتبر ركائز هذا الفرع من فروع القانون الدولي. ودعونا نبدأ بتسمية هذا الفرع أو المسمى الذي يطلق عليه. حقيقة الأمر هناك عدة مسميات تطلق على هذا الفرع من فروع القانون الدولي. ففي بعض الأحيان يسمى القانون الإنساني الدولي International Humanitarian Law، وفي بعض الأحيان يسمى قانون الحرب The Laws of War، وفي بعض الأحيان يسمى قانون النزاعات المسلحة The Law of Armed Conflict. وحقيقة الأمر أود أن أستغل هذه النقطة، وهي قضية أن هناك عدة مسميات للقانون الإنساني الدولي، للإشارة إلى قضية مهمة ذات صلة بهذا الفرع من فروع القانون الدولي. كما تلاحظون هذا الفرع يسمى القانون الإنساني أو قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة، وربما يكشف ذلك لحضراتكم عن حقيقة مهمة، وهي أن هذا الفرع من فروع القانون الدولي لا يهدف لمنع النزاعات المسلحة، ولا هو فرع من فروع القانون الذي يمنع أو يجرم الحرب، ولا من مبادئه أنه يستهدف منع الدول من اللجوء إلى الخيار العسكري أو إلى استخدام الأدوات العسكرية في تنفيذ أهدافها السياسية. أي أن هذا الفرع من فروع القانون الدولي يتسم بقدر كبير من البراجماتية والواقعية، بمعنى القانون الإنساني الدولي أو قانون الحرب يتأسس على إقرار بواقع ربما هو واقع أليم وواقع مؤسف، ولكن هو واقع نعيش معه. مفاده أن الحرب جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية، وأن الدول ستلجأ إلى استخدام القوة المسلحة في علاقتها مع الدول الأخرى، وأن هناك حالات كثيرة وأحيان كثيرة ستحدث فيها اضطرابات داخلية تتطور إلى أن تصبح نزاعات داخلية وحروب أهلية، وأن هذه السمات وهذه النزاعات جزء لا يتجزأ من طبيعة البشر وطبيعة المجتمعات الإنسانية وطبيعة العلاقات الدولية. وبالتالي القانون الإنساني الدولي أو قانون الحرب يستهدف بالأساس وضع ضوابط للنزاعات المسلحة وليس منعها، يستهدف بالأساس الحد من أضرار النزاعات المسلحة والحروب، ولا يستهدف إيقافها بشكل كامل. القانون الإنساني الدولي يستهدف إيجاد أو خلق بعض المعايير الإنسانية التي يكون غرضها توفير قدر من الحماية للأشخاص وللأفراد أثناء النزاعات المسلحة. وهذه نقطة غاية في الأهمية الحقيقة، لأن في بعض الأحيان يكون هناك تصور أن القانون الإنساني الدولي هو هدفه منع الحرب أو إيقاف الحرب، وهذا الحقيقة أمر غير صحيح، والعكس الحقيقة هو الصحيح. فحقيقة الأمر أن القانون الإنساني الدولي يتأسس على إقرار واعتراف
بأن الحروب والنزاعات المسلحة بما في ذلك الحروب بين الدول والحروب الأهلية أي الحروب الداخلية التي تقع داخل الدول هي للأسف جزء من واقع المجتمعات الإنسانية وجزء من واقع العلاقات الدولية، وبالتالي الهدف هو الحد من أثرها، الحد من أضرارها، توفير قدر من الحماية لمنع يعني تعرض المدنيين وتعرض الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية لمنع التعرض لهم وتوفير قدر من الحماية لهم. وكذلك وكما سيتضح من حديثنا ومن نقاشنا أن هذه الفكرة، فكرة الاعتراف والإقرار بواقع أن النزاعات المسلحة والحروب جزء لا يتجزأ من واقع الحياة الإنسانية، انعكس هذا الإقرار أو انعكس هذا الإدراك في قواعد القانون الإنساني الدولي، وتحديداً كما سيتضح بعد قليل القانون الإنساني الدولي يعي أن هناك ضرورة لأن نأخذ في الاعتبار الأغراض العسكرية. بمعنى ستجدون أن بصفة عامة القانون الإنساني الدولي يسعى لتحقيق قدر من التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والأغراض العسكرية. القانون الإنساني الدولي انطلاقا من إقرار هذا الفرع من فروع القانون بأن الحرب جزء من واقع الإنسانية وجزء من واقع العلاقات الدولية، فإذا هناك ضرورة للتوازن وتحقيق قدر من التكامل أو الاتزان بين معيارين أو اعتبارين. الاعتبار الأول هو اعتبار الإنسانية واعتبار الحد أو الهدف أو غرض الحد من أضرار النزاعات المسلحة، ولكن في المقابل هناك اعتبار آخر، وهذا الاعتبار هو اعتبار الأغراض أو الأهداف العسكرية. بمعنى أن القانون الإنساني الدولي يتيح للدول أن تخوض الحروب وأن تلجأ للخيارات العسكرية، ولكنه يضع مجموعة من الضوابط للحد من آثار هذه النزاعات ووضع حدود مبنية على الاعتبارات الإنسانية لتوفير قدر من الحماية للأفراد غير المشاركين في النزاعات المسلحة. فوددت أن أبدأ بهذه الملاحظة العامة التي تكشف لحضراتكم الطبيعة العامة للقانون الإنساني الدولي، فهي يعني ربما هذه يعني وإذا كانت هناك خلاصة واحدة أو فكرة واحدة يعني أتمنى أن نخرج بها من هذه المحاضرة فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي هي هذه النقطة، أن القانون الإنساني الدولي مبني على إدراك واعتراف بأن النزاعات المسلحة جزء لا يتجزأ من واقع السياسة الدولية وواقع طبيعة المجتمعات البشرية وطبيعة المجتمعات الإنسانية، ولكن في نفس الوقت يسعى لوضع قدر من الحدود والضوابط التي تمنع من إيقاع الضرر الزائد أو الضرر غير المتناسب بسبب النزاعات المسلحة. فربما هذه النقطة الأولى التي كنت أود أن أشير إليها، وننتقل منها إلى تحديد أهم عناصر أو أهم مكونات القانون الإنساني الدولي. تقليديا كان القانون الإنساني الدولي يقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يطلق عليه قانون لاهاي نسبة إلى عاصمة مملكة هولندا، والقسم الآخر يطلق عليه قوانين جنيف. والفارق بين قانون لاهاي وقانون جنيف يمكن إيجازه فيما يلي. قانون لاهاي هي مجموعة من القواعد والقوانين ذات الصلة بأدوات وأساليب القتال. ما معنى هذه العبارة أدوات وأساليب القتال؟ أدوات القتال هي الأسلحة التي يتم استخدامها أثناء القتال، فكانت هناك رغبة للحد من استخدام بعض الأسلحة التي تسبب أضرار غير متناسبة مع الأغراض العسكرية. مرة أخرى الهدف هو إما
تحريم أو تجريم استخدام بعض الأسلحة التي تسبب أضرار بالغة وغير متناسبة مع الأغراض العسكرية. فهذا فيما يتعلق بأدوات القتال، أن هناك بعض الأسلحة أو طوائف من الأسلحة التي قام القانون الإنساني الدولي بمنع استخدامها. وكذلك هناك شق مرتبط بأساليب القتال. أساليب القتال بمعنى التكتيكات أو أسلوب استخدام الأسلحة أثناء القتال، وتحديدا هذا الشق مرتبط بضرورة التمييز بين المدنيين وغير المدنيين، أو التمييز بين المقاتلين أي الأشخاص المشاركين في الأعمال العدائية، والتمييز بينهم وبين غير المقاتلين أي الأشخاص الذين خرجوا من أو الذين لا يمارسون الأعمال العدائية. هناك أيضا قواعد مرتبطة بالتوازن بين الأغراض العسكرية ومتطلبات أو اعتبارات الحماية الإنسانية، وقواعد مرتبطة بين التناسب بين الضرر والأغراض العسكرية وما إلى ذلك. كل هذه القواعد مرتبطة بفكرة أساليب القتال، أي كيفية تنفيذ الأعمال العدائية، ما هي التكتيكات، ما هي الأساليب، ما هي الطرق ممارسة النزاعات المسلحة. فكل هذه القواعد بصفة عامة تندرج تحت ما يطلق عليه قانون لاهاي. أما قانون جنيف فهدفه الرئيسي هو تحديد مجموعة من الطوائف التي تتمتع بالحماية والحصانة أثناء النزاعات المسلحة، بمعنى أنها مجموعة من الطوائف أو مجموعة من الأفراد وكذلك مجموعة من الإنشاءات التي يمنع أو يحظر على الدولة أو على الأطراف المتنازعة أن تتعرض لها أو أن تقوم بالإضرار بها أو أن تقوم باستهدافها أثناء النزاعات المسلحة. فعلى سبيل المثال، حددت اتفاقيات جنيف المبرمة سنة 1949 مجموعة من الطوائف مثل أسرى الحرب، مثل المصابين والقتلى، مثل أفراد القوات البحرية الذين يتعرضوا الذي تتعرض سفنهم للعطب ويجدوا أنفسهم في البحار، وتضع مجموعة من القواعد لإنقاذهم وحمايتهم وما إلى ذلك. فكما ترون هناك مجموعة من الطوائف أو مجموعة من المجموعات الأفراد التي تمنحهم باتفاقيات جنيف قدر من الحماية. بطبيعة الحال أهم هذه الطوائف هي المدنيين، المدنيين والأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية. وبالتالي بصفة عامة يعني أتصور أن يبدأ يتبدأ أمام حضراتكم الدور أو ملامح القانون الإنساني الدولي. هو بصفة عامة مجموعة من القواعد التي تستهدف الحد من أضرار والحد من الآثار السلبية المترتبة على النزاعات المسلحة، وذلك يتم عن طريق مجموعتين من القواعد العامة. المجموعة الأولى تتناول أدوات القتال أي الأسلحة المستخدمة، وتضع بعض وتجرم أو تحظر استخدام بعض الأسلحة، وكذلك تحظر استخدام بعض الأساليب في القتال، وتطالب الأطراف المقاتلة بالالتزام ببعض القدود بعض الحدود وبعض القواعد وبعض المبادئ للحد من الأضرار الإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة. فهذه هي هذا الجزء الأول أو الطائفة الأولى أو المجموعة الأولى من القواعد. المجموعة الثانية تحدد مجموعة من الأفراد أو طوائف من الأشخاص الذين يتمتعون بقدر من الحماية والذي يمنحهم القانون الدولي قدرا من الحصانة لحمايتهم أثناء النزاعات المسلحة. فبصفة عامة هذا هو التقسيم العام للقانون الإنساني الدولي، ويعني ربما يبدأ يعني يتبدأ أمام حضراتكم الفكرة التي بدأت بها، وهي أن القانون مرة أخرى القانون الإنساني الدولي مبني على فكرة براغماتية وواقعية تقر بأن الحرب جزء لا يتجزأ من طبائع المجتمعات الإنسانية، ولكننا نسعى مع الاعتراف بذلك الواقع، نسعى للحد من أثرها، نسعى لتقويض يد وغل يد
الأطراف المقاتلة، وذلك حتى نمنعهم من يعني ممارسة الحرب بشكل غير إنساني وبشكل يتجاوز حدود الإنسانية. ولكن القانون الإنساني الدولي بصفة عامة مبني على تحقيق التوازن بين اعتبارين، اعتبار الأغراض العسكرية واعتبار المقتضيات الإنسانية التي تتطلب توفير قدر من الحماية للأشخاص ومنع تعرض لهم من قبل الأطراف المشاركة في الأعمال العسكرية. فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى أهم مصادر القانون الدولي الإنساني أو القانون الإنساني الدولي، سنجد، وذلك ربما يعني يذكركم بالقسم الخاص بمصادر القانون الدولي الذي تحدثنا عنه منذ قليل. فمصادر القانون الإنساني الدولي مثلها مثل أي فرع آخر من فروع القانون الدولي، تنقسم إلى الاتفاقيات والعرف ومبادئ القانون الدولي، المبادئ العامة للقانون عفوا، وأحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء. كل هذه المصادر اللي هي مصادر القانون الدولي لها مصادر أو لها يعني هناك مصادر منها هي التي تعد مصادر القانون الإنساني الدولي. وتحديدا ربما يكون من الأهم أن نبرز كما أشرت اتفاقيات لاهاي، وهي اتفاقيات أبرمت سنة 1899 وسنة 1907. وهذه الاتفاقيات وضعت الكثير من الأسس ذات الصلة بأدوات وأساليب القتال، ونصت على الكثير من المبادئ العامة للقانون الإنساني الدولي المرتبطة بتحقيق التوازن بين الأغراض العسكرية ومتطلبات الحماية الإنسانية، بين تحقيق التناسب بين الضرر والأغراض العسكرية، منع الإيذاء أو الضرر غير المبرر، والأهم طبعا التفرقة أو التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وعدم استهداف غير المقاتلين بشكل متعمد. فكل هذه المبادئ العامة التي تعتبر الأسس الرئيسية للقانون الإنساني الدولي تم النص عليها في اتفاقيات لاهاي. حقيقة الأمر كنبذة تاريخية، يعني سبقت اتفاقيات لاهاي مجموعة من الاتفاقيات ومجموعة من الإعلانات المهمة التي وضعت الأساس النظري والأساس الفقهي للقانون الإنساني الدولي. فعلى سبيل المثال كان هناك إعلان سينت بيترسبرغ سنة 1864، وهو إعلان مهم وضع الفكرة العامة للقانون الإنساني الدولي، الذي وهو يقول أن هناك أهمية للالتزام بالاعتبارات الإنسانية أثناء القتال، وإدراك بأن حق الأطراف المتنازعة في إيقاع الضرر بخصومها ليس حقا مطلقا، وإنما هناك حدود وضوابط لعملية إيقاع الضرر بالخصوم وإيقاع الضرر بالأعداء أثناء العمليات العسكرية. ننتقل بعد ذلك إلى اتفاقيات جنيف، وهي أيضا المصدر الرئيسي للقانون الإنساني الدولي. اتفاقيات جنيف أبرمت سنة 1849، وهي تحدد مجموعة من الطوائف أو مجموعة من المجموعات التي تتمتع بقدر من الحصانة وقدر من الحماية في أوقات مختلفة ذات صلة بالنزاعات المسلحة. وربما أهم اتفاقية في اتفاقيات جنيف هي اتفاقية جنيف الرابعة المرتبطة بالمدنيين، وهي تحدد الحماية الضمانات التي يوفرها القانون الدولي للمدنيين وللأشخاص الذين خرجوا من إطار القتال، أي الأشخاص الذين لم يعدوا مشتركين أو منخرطين في الأعمال العدائية، وتوفر لهم قدر من الحماية والضمانات، وتمنع الدولة العدو أو الدولة المحاربة من التعرض لهم وتوفر لهم قدر من الحماية. وفي هذا السياق ربما يكون من المهم أن أشير إلى ما يطلق عليه بالمادة الثالثة المشتركة Common Article 3. طبعا هذه تعتبر أهم مادة في اتفاقيات جنيف، وهي مادة مشتركة بمعنى أنها نفس المادة بنفس النص موجودة في جميع اتفاقيات جنيف الأربعة، بمعنى أنه إذا اطلعتم على اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة ستجد أن المادة الثالثة منهم من كل هذه الاتفاقيات هي نفسها ذاتها، هي نفس النص بنفس المادة بنفس النص بنفس الأحكام. والحقيقة أن هذه المادة تعتبر الحد الأدنى من
الحماية الواجب توفيرها للأشخاص ولجميع الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، وتوفر ضمانات بسيطة أو ضمانات الحد الأدنى كما أشرت، كمنع التعذيب وضمان المعاملة الكريمة وضمان المعاملة الإنسانية وما إلى ذلك. فبالتالي ربما تعد هذه المادة، المادة الثالثة المشتركة، هي العمود الفقري أو الأساس، الأساس اتفاقيات جنيف والحد الأدنى من الحماية التي يوفرها القانون الإنساني الدولي. أيضا في إطار الحديث عن اتفاقيات جنيف، تم إبرام بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف سنة 1977. هذه البروتوكولات الإضافية تتعامل مع أو تتناول يعني إيه؟ تتناول الحالتين الرئيسيتين الذي ينطبق فيهم القانون الإنساني الدولي. وتحديدا القانون الإنساني الدولي ينطبق أو يكون محل سريان في حالتين رئيسيتين، هما النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية، وسيتم الإشارة لهم ربما في محاضرات لاحقة، بإما international armed conflicts، international armed conflicts أي نزاعات دولية أو نزاعات مسلحة دولية، وnon-international armed conflicts أي نزاعات مسلحة غير دولية أو نزاعات مسلحة داخلية. الحقيقة إن هذا التقسيم أو هذه التفرقة بين النزاعات المسلحة ستجدون أنها جزء رئيسي من القانون الإنساني الدولي، وستجدون كذلك أن قدر الحماية وقدر الضمانات التي يوفرها القانون الإنساني الدولي في حالة النزاعات المسلحة الدولية تتجاوز بكثير الضمانات والحمايات التي يوفرها القانون الإنساني الدولي بالنسبة للنزاعات غير الدولية أو النزاعات المسلحة الداخلية. وهذا يعكس أمر مهم يعيدنا مرة أخرى للنقطة التي بدأت بها، وهي فكرة البراغماتية والواقعية. القانون الإنساني الدولي مبني على فكرة الاعتراف مرة أخرى بأن النزاعات المسلحة هي واقع وحقيقة ماثلة أمامنا في القانون، في العلاقات الدولية وفي المجتمعات الإنسانية. وأيضا أن الدول ستكون مستعدة أن تقبل ببعض الحدود أو بعض القيود على كيفية ممارسة النزاعات المسلحة إذا كانت في مواجهة دولة أخرى. أما إذا كانت الدولة في مواجهة عصيان مدني أو في حالة حرب أهلية أو في حالة وجود نزاع داخلي مرتبط بأطراف أخرى، ربما أطراف انفصالية أو ما إلى ذلك، ستجدون أن الضمانات والحمايات والقواعد والحدود المفروضة على الدول عندما تخوض نزاع مسلح داخلي أو نزاع مسلح غير دولي هي أقل بكثير. ومرة أخرى هذا هو أثر الواقعية السياسية أو البراغماتية، لأن ببساطة شديدة جدا أن الدول هي التي كتبت القانون الإنساني الدولي، بمعنى الدول هي التي تفاوضت على اتفاقية جنيف وهي التي كتبت، الدول هي التي تفاوضت على اتفاقية لاهاي لسنة 1899 و1907، الدول هي التي تفاوضت على اتفاقية على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف. وبطبيعة الحال، وهذا ربما أمر يعني هو أمر مؤسف ولكنه أمر واقعي، أن الدول كانت ترغب في منح نفسها قدرة أكبر على التعامل مع أي عصيان مدني أو التعامل مع أي نزاع داخلي يهدد استقرارها الداخلي بحرية أكبر، وكانت تعتبر أنه من حقها أن تمارس قدر أكبر من العنف وقدر أكبر من يعني ممارسة سلطة الدولة من أجل الحفاظ على الدولة والحفاظ على كيانها ومنع أي حركات انفصالية أو
إعادة بسط السيطرة على الدولة وعلى السلطة. وهذه نقطة مهمة جدا، وهي النقطة التي تفسر لحضراتكم الاختلاف الكبير في حجم الضمانات وفي حجم الحماية التي يوفرها القانون الإنساني الدولي في حالة النزاعات المسلحة الدولية مقارنة بالنزاعات المسلحة الداخلية أو غير الدولية. فمرة أخرى هذا يعيدنا للنقطة الرئيسية التي يعني أؤكد عليها، أن القانون الإنساني الدولي لا يمنع الحرب، لا يجرمها في حد ذاتها، إنما يسعى لوضع مجموعة من الضوابط والحدود ويقوم بذلك بواقعية شديدة. ومرة أخرى هذا يعكس ربما مسألة أشرت إليها في قسم سابق في هذه المحاضرة، أن مرة أخرى القانون الدولي منبعه هو موافقة الدول، أو منبع الالتزام هو موافقة الدول. وهذا الأمر يتضح بجلاء عندما نتحدث عن القانون الإنساني الدولي، لأن القانون الإنساني الدولي قام بصياغته وتطويره وكتابته، ويعني هذه الاتفاقيات التي نتحدث عنها هي صنيعة الدول، وهي نتاج لمصالح الدول ونتاج لرؤية الدول ومصالحها ورغبتها في أن تضع حدود معينة للنزاعات المسلحة الدولية، ولكن أيضا رغبتها في ألا تغل يدها في مواجهة النزاعات المسلحة الداخلية. ننتقل من ذلك لحديث سريع عن أهم مبادئ القانون الإنساني الدولي وأهم مكونات هذا الفرع من فروع القانون الدولي. ربما القاعدة الرئيسية والقاعدة الأهم التي تعتبر هي حجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي هي قاعدة التمييز، قاعدة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، أي أنه المقاتل في حد ذاته هو شخص يمكن التعرض له والإضرار به أو بها ويمكن قتله، أي أنه يمكن أن يكون محل للنزاعات المسلحة، يمكن أن يكون هدف أن يتم استهداف هذا الشخص في إطار النزاعات المسلحة. أما غير المقاتلين فهؤلاء يتمتعون بقدر من الحماية وقدر من الحصانة من النزاعات المسلحة. وأرجو أن يعني أسترعي انتباه حضراتكم هنا أنني لم أقل المقاتلين والمدنيين، فالتمييز هنا ليس بين المقاتل والمدني، إنما التمييز هو بين المقاتل وغير المقاتل، بمعنى أن المقاتلين الذين خرجوا من النزاعات المسلحة أو الذين لم يعدوا مشتركين في النزاعات المسلحة لديهم نفس قدر الحماية بصفة عامة، نفس قدر الحماية الممنوحة للمدنيين. فبالتالي عندما نتحدث عن غير المقاتلين نتحدث كذلك عن أسرى الحرب، نتحدث عن الجرحى، نتحدث عن القتلى، ونتحدث كذلك عن المدنيين. هؤلاء الطوائف أو هذه المجموعات بصفة عامة يطلق عليها غير المقاتلين. ومرة أخرى القاعدة الأهم أو قاعدة الحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي هي فكرة التمييز بين المقاتل وغير المقاتل. القاعدة الأخرى وربما أشرت إليها أكثر من مرة بالفعل هي فكرة التوازن بين الأغراض العسكرية ومتطلبات الحماية الإنسانية. ومرة أخرى هذه إشارة أو يعني إعادة تأكيد على أن القانون الجنائي، عفوا القانون الإنساني الدولي لا يجرم اللجوء للحرب، لا يجرم الحرب في حد ذاتها أو لا يجرم النزاع المسلح في حد ذاته، وإنما يسعى لتحقيق توازن بين المصلحة العسكرية أو الأغراض العسكرية والأهداف العسكرية وبين متطلبات الحماية الإنسانية أو مقتضيات الحماية الإنسانية، ويسعى للقيام بذلك من خلال الحد من أضرار العمليات العسكرية على المدنيين وعلى الطوائف الأخرى من غير المقاتلين. هناك أيضا قاعدة منع الإيذاء غير المبرر، بمعنى القانون الإنساني الدولي مبني على فكرة الإقرار بأن الحرب ستحدث وأن النزاعات المسلحة لا مفر منها، ولكن هناك ضرورة وأولوية للحد من أضرارها من خلال إلزام الدول بعدم استخدام أدوات وأسلحة وأساليب تحقق إيذاء وضرر غير مبرر. وبالتالي هناك قواعد تتحدث عن أهمية أن يكون هناك تناسب بين الضرر والغرض العسكري،
بمعنى إذا كانت دولة معينة أو في إطار نزاع مسلح دولي كانت هناك ضرورة عسكرية للاستحواذ على منطقة معينة، ربما منطقة مرتفعة أو يعني جسر معين يجب أن يتم السيطرة عليه، فهذا على سبيل المثال هو الغرض العسكري. هناك القانون الإنساني الدولي يقول للدول حسناً هذا هو الغرض العسكري ومن حق الدولة أن تسعى لتنفيذ وتحقيق هذا الغرض العسكري، ولكن في إطار تنفيذ ذلك يجب ضمان عدم إحداث ضرر وعدم إيقاع ضحايا أكثر مما هو يتناسب مع هذا الغرض العسكري. فهذه العلاقة أو هذا المبدأ، وربما يتم الإشارة لي في محاضرات لاحقة، والذي يطلق عليه البروبورشناليتي أي التناسب بين الضرر والغرض العسكري، يجب أن يكون هناك علاقة تناسب بينهما، بمعنى يحظر على الدولة أن توقع ضرر أو أن تحدث ضرر يتجاوز ما هو ضروري وما هو لازم لتحقيق الغرض العسكري. المبدأ الأخير الذي أود أن أشير إليه هو مبدأ عدم المعاملة بالمثل والمساواة، بمعنى أن القانون الجنائي القانون الإنساني الدولي ليس مبني على فكرة المعاملة بالمثل، بمعنى أنه إذا كانت هناك دولتين في نزاع مسلح وقامت إحدى الدولتين بمخالفة القانون الإنساني الدولي وقامت على سبيل المثال بإيذاء أسرى الحرب أو قتل أسرى الحرب، هذا لا يجيز للدولة الأخرى أن تعامل أسرى الحرب للدولة الأولى بالمثل، بمعنى أن القانون الإنساني الدولي ليس مبني على فكرة المعاملة بالمثل، أنه إذا حدثت مخالفة للقانون الإنساني الدولي من قبل دولة لا يجوز الرد على هذه المخالفة بمخالفة مماثلة، وبالتالي فهناك ضرورة أن يتم معاملة جميع المقاتلين أو جميع الأشخاص الذي يعني لديهم قدر من الحماية في القانون الإنساني الدولي على قدم المساواة، وعدم التفرقة بينهم على أساس أن الدولة الأخرى أو الطرف الآخر قام بالتعرض لهؤلاء الأشخاص أو قام بمخالفة القانون الإنساني الدولي. أختتم هذا الجزء مرة أخرى بإشارة إلى أنه ربما أحد النقاط الرئيسية والتي أعلم أنها ستكون محل نقاش في محاضرة رئيسية أما محاضرة مقبلة، وهي نقطة رئيسية في القانون الإنساني الدولي، هي التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية أو الداخلية. والتفرقة الرئيسية هنا هي كالتالي، أن في النزاعات المسلحة الدولية يكون طرفي النزاع أو أطراف النزاع دول ذات سيادة، إذا كان هناك نزاع مسلح بين دولتين يكون هذا النزاع هو نزاع دولي أو نزاع مسلح دولي International Armed Conflict. أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو طرف غير دولة أو طرف غير حكومي، ما نطلق عليه non-state actor، أي أنه طرف غير حكومي، ربما يكون فصيل مسلح، جماعة إرهابية، جماعة انفصالية، يعني كل هذه الطوائف من الأطراف المتنازعة أو المنخرطة أو المشاركة في النزاع مسلح ولكنها ليست دولة، يصبح النزاع بصفة عامة نزاع غير دولي أو نزاع داخلي. ويعني بصفة عامة هذا هو التقسيم العام للنزاعات المسلحة. هناك قدر من التعقيد يعني لا أريد أن أدخل فيه الآن لأنه سيكون محل محاضرة لاحقة، ولكن بصفة عامة هناك أيضا نزاعات مختلطة، بمعنى أنها تكون نزاع دولي وكذلك نزاع داخلي في نفس الوقت. على سبيل المثال ربما يكون من المهم أن نعطي مثال على ذلك، أثناء التدخل العسكري من قبل حلف شمال الأطلنطي في ليبيا في عام 2011 كان هناك نزاعان مسلحان منفصلان، كان هناك نزاع دولي، نزاع مسلح دولي
بين حلف شمال الأطلنطي والحكومة الليبية التي كان يقودها العقيد معمر القذافي، لأنه كان هناك طرفان دوليان، أي دولة هي الدولة الليبية ودول أخرى هي دول حلف شمال الأطلنطي، وكان هناك نزاع مسلح بينهما. ولكن في نفس الوقت وبالتوازي مع هذا النزاع، كان هناك نزاع داخلي بين القوى الثورة الليبية التي كانت متمركزة في البداية في شرق ليبيا، والقوى التابعة للنظام الليبي الذي كان يقوده العقيد معمر القذافي. هذه العلاقة أو هذا النزاع بين هذين الطرفين كان نزاعا مسلحا داخليا، أو نزاعا مسلحا غير دولي، Non-International Armed Conflict. فطبعا من أهم القواعد أو أهم مبادئ القانون الإنساني الدولي الذي يجب أن نطلع عليها هي كيفية التفرقة بين هذه النزاعات، وكيفية تحديد القواعد التي تطبق في هذه النزاعات. ولكن القضية الرئيسية التي أتمنى أن نخلص إليها هنا أن طبيعة الضمانات وطبيعة القواعد الحاكمة للنزاعات المسلحة الدولية تفوق بكثير وتتجاوز بكثير الحدود والضمانات التي توفرها قواعد القانون الإنساني الدولي في حالة النزاعات الدولية الداخلية أو النزاعات المسلحة الداخلية أو النزاعات المسلحة غير الدولية. ومرة أخرى هذا يعكس الطبيعة السياسية والخلفية السياسية للقانون الإنساني الدولي. وبذلك نكون انتهينا من الجزء الرابع في هذه المحاضرة، وننتقل الآن إلى الجزء الخامس والأخير من هذه المحاضرة، وهو الجزء المخصص لتناول مقدمة عامة حول القانون الجنائي الدولي. وتحديدا سنتناول في هذا الجزء من هذه المحاضرة النقاط التالية. أولا سنبدأ بمناقشة أو نقاش مختصر حول السمة الرئيسية أو السمة المميزة للقانون الجنائي الدولي، ثم بعد ذلك سنستعرض نبذة مختصرة عن تاريخ وتطور ونشأة القانون الجنائي الدولي، ثم بعد ذلك سنتحدث عن الجرائم الدولية الرئيسية التي يؤثمها القانون الجنائي الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. ونبدأ كما أشرت بالسمة المميزة للقانون الجنائي الدولي. حقيقة الأمر أن المطل على تاريخ القانون الدولي سيجد أن بصفة عامة جميع مبادئ القانون الدولي أو جميع قواعد القانون الدولي هي قواعد تخاطب الدولة. بمعنى لدينا مجالات كثيرة من القانون الدولي مثل أو أفرع كثيرة من القانون الدولي، مثل كما أشرت في ما سبق قانون البحار، القوانين المرتبطة بالحدود والنزاعات الحدودية، القوانين المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية وحماية البيئة، القواعد المرتبطة بالقانون الدبلوماسي والقنصلي، القواعد ذات الصلة بالتجارة الدولية والاستثمار، وما إلى ذلك العديد من أفرع القانون الدولي. الحقيقة أن المخاطب بهذه القواعد هي الدولة، وجميع هذه الأفرع من القانون الدولي تقيم التزامات تقع على عاتق الدولة. وعندما تحدث مخالفة لهذه القواعد والقوانين التي تنبع من هذه الأفرع المختلفة، فهي مخالفات ترتب مسؤولية الدولة عن هذه المخالفات. أما القانون الجنائي الدولي فأضاف عنصر جديد ومبتكر في تاريخ القانون الدولي العام، حيث أسس القانون الجنائي الدولي لمسؤولية الفرد لا الدولة، وأسس لمسؤولية الفرد الجنائية. وهنا ربما السمة المميزة أو العنصر المميز والإضافة الكبيرة التي أسهم بها القانون الجنائي الدولي في تطور منظومة القانون الدولي بصفة عامة. فالقانون الجنائي الدولي أضاف عنصر جديد ومفهوم جديد لم يكن موجوداً على مدار تاريخ القانون الدولي العام. فكما أشرت، القانون الدولي العام كان بالأساس يخاطب الدول
وكان بالأساس يؤسس أو ينشئ التزامات على عاتق الدول، وعندما كانت الدول تخالف هذه الالتزامات فذلك يرتب مسؤولية الدولة عن هذه المخالفات. أما القانون الجنائي الدولي فلم يخاطب الدولة، وإنما خاطب الفرد وخاطب الإنسان، وأنشأ مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية، أي مسؤولية الفرد الجنائية عن مخالفة قواعد وأحكام القانون الجنائي الدولي. والحقيقة أن هذه الفكرة أو هذا المفهوم، فكرة المسؤولية الجنائية الفردية، تقوم على إدراك أن في نهاية المطاف الدولة ما هي إلا كيان اعتباري يحركه ويسيره الأفراد. وبالتالي عندما تقع جرائم دولية، عندما تقع انتهاكات جسيمة لحقوق الأشخاص، عندما تقع بشائع ويعني فظائع مثل الإبادة الجماعية، لا يكفي أبدا أن يقتصر أمر على الحديث عن مسؤولية الدولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة، وأن الأمر لا يستقيم أن نكتفي بالحديث عن مسؤولية الدولة أو مسؤولية مؤسسات الدولة عن هذه الجرائم وهذه الفظائع، وإنما الأمر يجب أن يتجاوز ذلك لإدراك أن مؤسسات الدولة والأدوات المتاحة لدى الدولة يسيرها الأفراد، ويتخذ القرارات بشأنها الأفراد الذين يديرون الدولة والذين يقعون في موقع المسؤولية. ومن هنا كانت هذه الفكرة، وهي فكرة المسؤولية الجنائية الفردية، أي أن الفقهاء الذين طوروا فكرة القانون الجنائي الدولي فطنوا إلى فكرة أنه لا يكفي أن نتعامل مع الجرائم الدولية، وهي جرائم كبرى تمس حياة ملايين البشر، لا يجب ولا يصح أن نكتفي في التعامل معها بالحديث عن المسؤولية الدولية للدولة، وأن نتعامل معها كأي مخالفة أخرى لأي قاعدة أو لأي مبدأ آخر في القانون الدولي، وإنما يجب أن نعترف بأن هذه الجرائم يرتكبها أفراد ويصدر الأوامر بارتكابها أفراد، ومن هنا يجب أن يتم محاسبة الأفراد وإقرار أن هناك مسؤولية جنائية للفرد ترتبها هذه الجرائم، وتؤدي هذه الجرائم إلى ضرورة محاسبة هؤلاء الأفراد جنائيا. والحقيقة أن القانون الجنائي الدولي هو المجال الوحيد أو الفرع الوحيد من فروع القانون الدولي الذي يرتب مسؤولية جنائية لمخالفات القانون الدولي، وهو الفرع الوحيد الذي يؤدي إلى مطالبة الدولة بمحاسبة أفراد بأعينهم. بمعنى إذا حدث على سبيل المثال مخالفة لقانون البحار، إذا حدثت مخالفة للقانون الدبلوماسي أو قانون الاستثمار أو قانون التجارة الدولية، في أغلب الحالات يعني هناك طبعا بعض الاستثناءات مثل القرصنة وما إلى ذلك، لكن في أغلب الحالات لا توجد أي مسؤولية للأفراد. على سبيل المثال إذا قامت دولة بمخالفة الحصانة الدبلوماسية لدبلوماسي أجنبي، أو إذا قامت الدولة بمخالفة قواعد الاستثمار أو قواعد حتى قواعد المرتبطة بحماية البيئة والتغير المناخ وما إلى ذلك، كافة هذه المخالفات تؤدي إلى إقرار مسؤولية الدولة، ولكنها لا تؤدي أو لا ترتب أي مسؤولية على الفرد، على الشخص الذي قرر أن تقوم الدولة بمخالفة هذه المبادئ، إلا في حالة القانون الجنائي الدولي. في حالة القانون الجنائي الدولي تصبح هناك مسؤولية جنائية فردية على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة والذي خالف مبادئ القانون الدولي في هذا الصدد. وهذه أتصور هي السمة المميزة أو ربما أهم سمات أو أهم ما يميز القانون الجنائي الدولي ويجعله شق أو فرع مختلف تماما من فروع القانون الدولي بالمقارنة بالأفرع الأخرى
من أفرع القانون الدولي. القانون الجنائي الدولي بدأ يظهر بعد الحرب العالمية الأولى، كانت أول الإرهاصات التي جاءت بالنسبة التي جاءت في القانون الجنائي الدولي والتي أدت إلى تطوره فيما بعد، كانت في اتفاقية فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى. وفي هذه الاتفاقية كانت لأول مرة إقرار بأن هناك مسؤولية فردية على قيصر ألمانيا الإمبراطورية الألمانية، وكان هناك إقرار بأنه يجب محاسبة قيصر ألمانيا على بدء أو يعني إطلاق الحرب أو شن الحرب العالمية الأولى. الحقيقة لم يتم محاسبة قيصر ألمانيا، وذهب وحصل على الحصانة أو حصل على اللجوء السياسي في هولندا، ولكن كانت هذه أول مرة يتم الحديث مباشرة عن المسؤولية الدولية لفرض عن بسبب مخالفات للقانون الدولي. مرة أخرى، هذه هي السمة المميزة للقانون الجنائي الدولي، أنها ترتب المسؤولية الجنائية للأفراد عن مخالفة أو بسبب مخالفة قواعد قانونية دولية. وكانت المرة الأولى التي نجد فيها إشارة إلى مسؤولية فرض عن حدوث مخالفات للقانون الدولي كانت في حالة قيصر ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ثم تبع ذلك بالطبع بعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك محكمة نيورنبرغ أو محاكمات نيورنبرغ وكذلك محاكمات طوكيو. ونيورنبرغ وطوكيو كانت محكمتين مؤقتتين، هي عبارة عن محاكم أنشئت بموجب اتفاقيات دولية. في حالة نيورنبرغ كانت هناك وثيقة دولية أنشأت ما نطلق عليه محكمة نيورنبرغ أو تحديدا الـ International Military Tribunal، وكانت هناك وثيقة دولية صدرت من القوى التي احتلت ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وأنشأت نظام أساسي لهذه المحكمة ووضعت الجرائم التي كانت محل بحث من قبل هذه المحكمة. والأمر كان مشابه في طوكيو، أي أنها كانت محاولة من الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية لمحاسبة قادة دول المحور ألمانيا بالأساس ألمانيا واليابان عن الجرائم التي ارتكبت في الحرب العالمية الثانية. والحقيقة أن محاكمات نيورنبرغ بالأساس كان لها وما زال لها دور كبير في وضع أسس القانون الجنائي الدولي. فيعني هذه المحاكمات أقرت بفكرة المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، وأقرت كذلك بضرورة محاسبة الأفراد عن مجموعة من الجرائم التي تعتبر الأشد فتكاً والتي تعتبر الأخطر والأكثر تهديداً للإنسانية، وكان في مقدمتها جرائم الحرب وكذلك الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، كانت أيضاً محل بحث ومحل أحد القضايا التي بحثتها محكمة نيورنبرغ. للأسف بعد ذلك كانت هناك محاولات على مدار القرن العشرين لتطوير القانون الجنائي الدولي وصياغة ما يمكن أن نقول عليه قانون عقوبات دولي. هذه المحاولات طبعا باءت بالفشل بسبب ظروف الحرب الباردة والاستقطاب الدولي الذي شهده النصف الثاني من القرن العشرين. ولكن بعد ذلك ومع انتهاء الحرب الباردة شهد القانون الجنائي الدولي تطور هائل وكبير وسريع للغاية، وتحديدا بعد أو في أثناء الحروب التي وقعت في جمهورية يوغوسلافيا السابقة والتي ارتبطت باستقلال الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وكذلك في إطار الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا في عام 1994، أنشئت محكمتين مهمتين للغاية، وهي المحكمة أو يعني محكمة يوغوسلافيا للنظر في جرائم الحرب التي حدثت في يوغوسلافيا، وكذلك محكمة رواندا، أي أنهم محكمتين دوليتين أنشأهما مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمحاسبة
الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم كبرى في يوغوسلافيا وفي رواندا. والحقيقة أن هذين المحكمتين، وكانت هناك أيضا محاكم أخرى في كمبوديا وسيراليون وبعض المناطق الأخرى، هذه المحاكم أطلقت وكانت شرارة البداية في تطور كبير في القانون الجنائي الدولي، إلى أن وصل الأمر أنه سنة 1998 تم إقرار وتبني نظام روما الأساسي، وهو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي وضع في شكل اتفاقية دولية تعريف للجرائم الدولية الرئيسية، وهي مرة أخرى الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أضيفت إليه في وقت لاحق جريمة العدوان. فهذه ربما نبذة مختصرة لأهم المحطات في تاريخ تطور القانون الجنائي الدولي. وننتقل الآن لحديث مختصر حول أهم الجرائم التي يؤثمها القانون الجنائي الدولي، ونبدأ بجريمة الإبادة الجماعية، وهي تعتبر الجريمة الأخطر والجريمة الأشد والأكثر خطورة في القانون الجنائي الدولي. الحقيقة جريمة الإبادة الجماعية لها تعريف بسيط، وهو موجود في اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة. هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات الدولية، وتنص وتعرف جريمة الإبادة الجماعية على النحو التالي. جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة تستهدف إبادة أفراد، أو يعني إبادة إحدى المجموعات الأربعة التالية. هذه الجماعات أو المجموعات هي الجماعات الدينية أو الوطنية أو العرقية أو الإثنية. أي أن جريمة الإبادة الجماعية هي جريمة تستهدف إبادة وقتل جماعة بعينها، وهذه الجماعات التي يتم حمايتها أو التي قد تخضع أو التي قد تكون مهددة بالإبادة الجماعية تم تحديدها على سبيل الحصر. وهذه نقطة مهمة جدا، أن هناك في اتفاقية الإبادة الجماعية وكذلك في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم تحديد أربع جماعات بشكل محدد وعلى سبيل الحصر، تعتبر هي الجماعات الأربعة التي تعد خاضعة لحماية الاتفاقية الدولية، اتفاقية منع الإبادة الجماعية. هذه الجماعات الأربعة مرة أخرى هي الجماعات أو المجموعة الدينية أو المجموعة الوطنية أو المجموعة الإثنية أو المجموعة العرقية. طيب ما معنى هذه الجماعات؟ الفكرة هنا هي كالتالي، أن هناك جماعات تقوم هويتها على انتمائها الوطني أو انتمائها الديني أو انتمائها لعرقية معينة أو إثنية معينة. هذا هو العنصر المميز لجريمة الإبادة الجماعية، أنها جريمة أو أنها يعني جريمة الهدف منها هو حماية جماعات بعينها من أن يتم التعرض لها من خلال السعي لإبادتها وقتلها. فهذا هو العنصر الأول في جريمة الإبادة، أو المكون الأول أو العنصر المميز في جريمة الإبادة الجماعية. هي ليست جريمة يتعرض لها أفراد، بمعنى أن جريمة الإبادة الجماعية تقوم على فكرة استهداف الجماعة وليس الفرد. بمعنى على سبيل المثال، أنا يعني مواطن مصري فمنتمي من حيث الهوية إلى الوطنية أو الجنسية المصرية. إذا وقع نزاع مسلح أو أمر كهذا، وأتى شخص ما ليقتلني لشخصي، يعني على سبيل المثال هذا الشخص له يعني ضغينة تجاه محمد هلال فأتى وقام بقتله، هذه جريمة قتل عادية، وربما قد تكون جريمة حرب أو قد تكون جريمة ضد الإنسانية حسب الظروف والأحوال، ولكنها لا يمكن أن تكون جريمة إبادة جماعية. جرائم الإبادة الجماعية تستهدف الشخص
ليس لشخصه ولذاته، وإنما لانتمائه لجماعة أخرى. ويجب أن يكون الغرض من استهداف هذا الشخص هو بهدف إبادة الجماعة بصفة عامة. فللتوضيح أكثر، كما قلت هناك أربع جماعات. الفكرة في جريمة الإبادة الجماعية هو أنه يتم استهداف أشخاص لا لهويتهم أو لشخصهم أو لذاتهم، وإنما يتم استهدافهم لأنهم ينتمون إلى واحدة من الجماعات الأربعة التي تم النص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية، ويكون الهدف من استهدافهم هو إبادة الجماعة برمتها. ومن هنا نستخلص أن جريمة الإبادة الجماعية لها بطبيعة الحال مثل أي جريمة لها عنصران، العنصر المادي والعنصر المعنوي. العنصر المادي في الجريمة، في جريمة الإبادة الجماعية، هو فكرة استهداف أشخاص بسبب هويتهم، ويجب أن تكون هذه الهوية مرتبطة بواحدة من الجماعات الأربعة التي تم تحديدها في الاتفاقية، اتفاقية الإبادة الجماعية. ومرة أخرى هي الجماعات الوطنية والجماعات الدينية والجماعات الإثنية والجماعات العرقية. هذه هي المجموعات الأربعة التي تم إقرارها كمستحقة للحماية وفق اتفاقية الإبادة الجماعية. فهذا هو العنصر المادي، أنه يتم قتل أشخاص بسبب هويتهم وانتمائهم إلى هذه الجماعات. العنصر المعنوي هو الحقيقة أنه له قدر من التعقيد. بطبيعة الحال مثل أي جريمة قتل، يجب أن يتوافر فيها عنصر النية، ويجب أن يتوافر فيها عنصر الإرادة لارتكاب هذه الجريمة. في حالة جريمة الإبادة الجماعية، يجب أن تقترن هذه النية أو هذا العنصر المعنوي بنية خاصة يطلق عليها دولس سبيسياليس، أي أن هناك نية خاصة تستهدف إبادة الجماعة. أي أنه ليس فقط، يعني لا يكفي أن تكون هناك نية القتل، ولكن تكون هناك نية القتل بهدف إبادة الجماعة. فهذا هو العنصر المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية، وهو يعتبر العنصر المميز لهذه الجريمة، والذي يجعلها تختلف عن جريمة القتل العادية أو حتى جرائم الحرب العادية، لأنها تقترن برغبة في إبادة جماعة بعينها، وتستهدف الأشخاص مرة أخرى ليس لشخصهم وليس لأي يعني أي أمر مميز فيهم، باستثناء أنهم أعضاء في جماعة معينة أو تحديدا أحد الجماعات الأربعة التي تم النص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية. ننتقل بعد ذلك إلى الجرائم ضد الإنسانية. والحقيقة الجرائم ضد الإنسانية لها عدد من العناصر المميزة. أولها أن هذه الجرائم لا تتطلب وجود أو لا تشترط وجود حالة نزاع مسلح، وهذا أمر مهم، لأن عندما نقارن الجرائم ضد الإنسانية بجرائم الحرب، يجب حتى تقع جريمة حرب أن يكون هناك نزاع مسلح، إما نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي أو نزاع مسلح داخلي. كما تتذكرون من القسم السابق عندما تحدثنا عن القانون الإنساني الدولي، تحدثنا عن التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية أو الداخلية. وبالتالي حتى تحدث جريمة حرب يشترط أن تكون هناك حالة نزاع مسلح. أما في حالة الجرائم ضد الإنسانية، فهي لا تتطلب وجود نزاع مسلح، أي أن جرائم ضد الإنسانية يمكن أن تقع في وقت السلم أو يمكن أن تقع في وقت الحرب. طيب، ما هو تعريف الجرائم ضد الإنسانية؟ الجرائم ضد الإنسانية هي عندما يحدث هجوم على مجتمع أو ما نطلق عليه civilian population، أي شعب مدني أو مجموع، عندما يحدث هجوم على المدنيين، ويكون هذا الهجوم هجوم منهجي وواسع النطاق، ويشمل مجموعة من الأحداث أو مجموعة من الجرائم
ولكن بشرط أن تكون موجهة للمدنيين وأن تكون واسعة النطاق وأن تكون ممنهجة وأن تكون وفق خطة أو إجراء منظم من قبل الدولة أو جماعة المسلحة. فمرة أخرى للإيجاز سأعيد تكرار هذه العناصر. العنصر المميز للجرائم ضد الإنسانية أنها عبارة عن جرائم يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية: واحد، أو أولاً أنها جريمة تحدث ضد المدنيين، ثانياً أنها جريمة تحدث على نطاق واسع، وهي والكلمة المستخدمة في القوانين الدولية هي widespread، أي أن هناك جريمة، هذه جرائم تقع على نطاق واسع، ويجب أيضاً أن تكون ممنهجة systematic. العبارة هنا هي systematic، أن يجب أن يكون هناك، أن تقع هذه الجرائم بشكل واسع النطاق وبشكل ممنهج، ورابعاً أن تكون هذه الجرائم تتم وفق خطة ما أو وفق رؤية ما، وفق يعني، وهذا يمكن يعني هذا الشق يرتبط بفكرة أنها هجمات ممنهجة، أن تتم هذه الهجمات أو الاعتداءات على المدنيين وفق خطة ما موضوعة من قبل الدولة أو من قبل الجماعة المسلحة التي ترتكب هذه الجرائم. ربما يضاف إلى ذلك عنصر خامس، ولكن هو ليس عنصر من عناصر الجريمة بقدر ما هو عنصر من عناصر المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة، وهو فكرة أن يكون الشخص الذي ارتكب هذا الفعل يكون على علم بأنه يشترك أو أنها تشترك في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، أي أنها أو أن هذا الشخص الذي يرتكب الجريمة أنه يساهم في تنفيذ خطة أو يعني يساهم في تنفيذ سياسة عامة إما للدولة أو للطرف الذي الجهة المسلحة أو الفصيل المسلح الذي يرتكب هذه الأفعال. طيب، هذه هي العناصر المميزة للجرائم ضد الإنسانية. بالنسبة للأفعال أو العنصر أو المكون العنصر المادي في الأفعال، الحقيقة هي يعني هناك طائفة واسعة جدا من الجرائم أو الأفعال التي تنضوي تحت إطار الجرائم ضد الإنسانية، وهي تشمل القتل، التعذيب، التدمير العشوائي للممتلكات، الاغتصاب، كافة أنواع الجرائم الجنسية، التمييز بشكل منهجي، جريمة الأبرتايد أي الفصل العنصري. فهناك طائفة واسعة جدا من الجرائم والانتهاكات التي تعتبر أو التي تقع ضمن الجرائم ضد الإنسانية. ولكن لا العنصر المعنوي ربما أو العنصر الإضافي كما أشرت للجرائم ضد الإنسانية هي العناصر الأربعة التي تحدثت عنها، وهي فكرة أن يكون هناك هجوم على المدنيين، أن يكون هجوم واسع النطاق، وأن يكون هجوم فيه منهجية، أن يكون هجوم ممنهج، وكذلك أن يكون وفق خطة وضعتها الدولة أو وضعتها الجماعة المسلحة التي ارتكبت هذه الأفعال. فهذا بالنسبة للجريمة ضد الإنسانية. بالنسبة لجرائم الحرب، جرائم الحرب أو تعريف جرائم الحرب في القانون الجنائي الدولي مأخوذ مباشرة من القانون الإنساني الدولي. فعلى سبيل المثال، إذا اطلعنا على نظام روما أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سنكتشف أن جرائم الحرب هي المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ولمبادئ وأعراف وقوانين الحرب. وهذا يأخذنا مرة أخرى للقسم الخاص بالقانون الإنساني الدولي في هذه المحاضرة، عندما تحدثنا عن أن هناك مجموعة من الاتفاقيات، اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وأيضا البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف المبرمة سنة 1977، نستطيع أن نقول أن جرائم الحرب باختصار هي المخالفات الجسيمة أو الانتهاكات الجسيمة لمجمل هذه المبادئ.
وكذلك وكما أشرت ده يتعين حتى تكون هناك جريمة حرب أو يشترط أن تكون هناك حالة نزاع مسلح، إما نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي أو ما يطلق عليه النزاعات الداخلية. ولكن النقطة الأهم هنا هي أن تعريف جرائم الحرب في القانون الجنائي الدولي مأخوذ مباشرة من اتفاقيات جنيف، وأيضا مأخوذ من القواعد العامة العرفية للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأ تطويرها وبلورتها في إطار قوانين لاهاي واتفاقيات لاهاي المبرمة سنة 1907 و1899. وأخيرا لدينا جريمة العدوان. جريمة العدوان تم إضافتها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي تعرف بأنها الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتبط بمنع استخدام القوة في العلاقات الدولية. أي أن جريمة العدوان تم تعريفها بشكل مأخوذ من ميثاق الأمم المتحدة، بمعنى أن كما أشرت في قسم سابق من هذه المحاضرة، ميثاق الأمم المتحدة ينص على منع الدول من اللجوء لاستخدام القوة في العلاقات الدولية، وأشار ميثاق الأمم المتحدة أنه لا يجوز استخدام القوة إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة هجوم مسلح من دولة أخرى. جريمة العدوان تم تعريفها على أساس أنها المخالفات الجسيمة لهذه المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا جريمة العدوان هي جرائم يقوم بها أشخاص يكونوا في موقع السلطة وموقع يمكن هؤلاء الأشخاص من توجيه الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة لارتكاب جريمة العدوان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. هذا بإيجاز كانت العناصر الرئيسية والملامح الرئيسية للجرائم الدولية الرئيسية المؤثمة بموجب القانون الجنائي الدولي. وبذلك نكون قد وصلنا لنهاية هذه المحاضرة. أشكر حضراتكم جزيل الشكر على الاستماع، وأعتذر لسيادتكم عن الإطالة، وأود أن أعرب لكم عن امتناني وتطلعي للالتقاء بحضراتكم قريبا في الجلسة التي ستكون جلسة النقاش المفتوح بيننا. وأشكركم جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بخير، وشكرا.